مساء الخير على حضراتكم، وأهلا بيكم يا غاليين في بث جديد لقناة الجريد تي في. برحب بيكم يا أجمل ناس في الكون، وأتمنى لكم أمسية سعيدة وأمسية مليئة بالخير والبركة والنجاح لزملكاوية العصر نجوم الرياضة في مصر. بحبكم من قلبي وبتمنى لكم الخير يا أصل الخير ومنبع الخير وكل الخير. الليلة يا عيد والكل سعيد، وهنحتفل معا اليوم بالانتصار الكبير الذي حققه الزملكاوية الشرفاء بعودة الحق إلى نصابه الطبيعي. هنقول وهنقول وهنقول وهنستمر ونقول في أسرار ومفاجآت لا يعلمها الجميع. الكل مرتعش، الكل متخبط، الكل مش عارف أي حاجة، ولكن قناة الجريء عندها الحقيقة وعندها التفاصيل. فقد تحولنا من قناة تقول الخبر وما وراء الخبر إلى قناة تصنع الخبر. قلت لكم فكروا فيها الصبح، وإن شاء الله أقول لكم اليوم المزيد من التفصيل حول هذه المعلومات. الحمد لله كلما ننفرد به يكون عين الحقيقة. قلنا قبل ذلك إن في خبر سعيد، الكل هرتل وراح اتجاه الخميس والجمعة، وكنا بنغزلهم وحطينا الجون في الثمانيات، وبعدين لما كشفناهم كلهم قلنا لكم لا، انتظروا خلال ال 48 ساعة القادمة أخبار سارة وسعيدة جدا. النهاردة الصبح كنت عندي بعض المعلومات بس ما رضيتش اقولها للناس اللي كانوا معايا في البث بتاع الصبح بتاع قضية محمود الخطيب ضد مرتضى منصور. قلت لكم عندي بس انتظروا، يعني خلينا نطلع بلايف، اول ما تلاقوا لايف اعرفوا ان في خبر حلو. طول ما فيش لايف طول ما فيش خبر حلو. وقد كان وخرجنا باللايف الذي انفردنا به على كل المواقع والقنوات واللايفات واليوتيوبات، مع انهم بيزعلوا بالكلام ده على فكرة وبيتلطموا من الكلام اللي بقوله، بس هتنى اقوله لأن نجاح قناة الجريء هو نجاح لكل إنسان شريف. انفراد قناة الجريء بالحقيقة هو انفراد لكل إنسان شريف. فوز قناة الجريء بأنها القناة الأصدق هو فوز لكل إنسان شريف. ترشيح قناة الجريء كأفضل قناة عالمية من إحدى الهيئات الدولية هو انتصار لكل إنسان شريف. كل هذا ليس فيه فضل أبدا أبدا سوى إلى حضراتكم والمحترمين المنتمين لقناة الجريء. فلولا دفعة الحب والدعم اللي بنشوفها من حضراتكم، ولولا ثقة قيادات مسؤولين لعيبة ناس محترمين في وزارة في هنا في هنا لما حققنا كل هذا النجاح، ومستمرين بفضل حضراتكم. مع أنه والله والله كان الخبر يعني القرار الحاسم اللي كنت هتاخذه اليوم، وهنسكرها ونقول إلى اللقاء ونلتقي في أعمال أخرى بعد أن حققنا كل هذا الإنجاز. ولكن حب كبير من رسائلكم عبر كل التواصل بيخلينا نستمر ونلتزم معاكم بكل الحب. يا ناس يا طيبين، مبروك يا زملكاوية مخلصين. النهاردة احتفالية، بس وسط الاحتفالية دايما أنا بكون قلقان. ليه؟ لأن طيور الظلام بتحاول تعطل اي حاجه فيها نجاح النادي الزمالك. يعني مش عايز اقول لكم كم الرعب الموجود داخل النادي الاهلي وعند محمود الخطيب منذ ابتدينا كده نلمح بان مرتضى منصور راجع. رعب، حاله رعب، حاله اسهال، حاله بتاع. شوفوا علاء صادق، شوفوا ابو جعوره، شوفوا ابو نافوره، شوفوا ابو طرطوره، شوفوا حتى المهرتلين الزملكاويه اللي كانوا بيطلعوا وانكشفوا في الايام الاخيره عاملين ازاي. النهارده راجعوا انتوا مثقفين، شوفوا الناس بتتكلم ازاي عشان تعرفوا الحدث قد ايه جليل وقد ايه عظيم. وقولوا لهم، قولوا لهم في وشهم الله فوق الجميع. يا جماعه فاكرين الرساله اللي بعتها لها على حضراتكم امبارح الصبح؟ امبارح امبارح الصبح تفتكروا الرساله اللي علق فيها الزملكاويه المثقفين وقالوا الرسالة فيها كلها ثقة وكلها تفاؤل؟ وفعلا لأن أنا صحيت من النوم السبت على كل المعلومات القوية والجميلة والصادقة اللي كنت منتظرها واللي كنت بساهم في صناعتها، وقعدت أقول يا رب أقول ما أقولش أقول ما أقولش. دايما بخاف من الخفافيش اللي بتبقى موجودة معانا وبتاخد الكلام وبتروح تنقله هنا وهنا، ولكن أنا واثق من ذكاء الزملكاوية لما بقول وبلمح
المعلومه بتوصل، وبلاقي اتصالات من حضراتكم ورسائل وبتاع، كل اللي بيكتب لي بيكون كاتب لي ان المعلومه واصله له صح، وده شيء يرضيني وشيء جميل جدا. هنقول الاجابات على كل التساؤلات. قبل ما تسال سؤالك استنى اسمع اللي انا هقوله، لان هرد لكم على كل التساؤلات اللي بتشغلكم النهارده ال 24 ساعه، ولا ما فهمتكوش الموضوع اكبر بكتير. وعايز اقول لكم، نحن امام طفل وليد مع حدث اليوم. نركز مع بعض كده ونفكر، اكتبوا الله فوق الجميع، ونركز مع بعض. مع حدث اليوم هو مولد طفل جديد. الأمهات الغاليات الموجودين معانا يعلموا هذه الحقيقة جيدا. احنا رجالة شوية الموضوع مش فاهمينه يعني، او 90% ما بنفهموش. اما الأم لما بتحتضن والدها بعد ما بينزل بتبقى مرعوبة من اي حد يلمسه، اي حد يخبطه، وشوية برد، حد يبوسه، حد نحن اليوم امام مولود جديد، الزمالك الجديد. محتاج مننا ايه؟ محتاج كل الرعاية وكل الحب، أحسن طيور الظلام، خفافيش الظلام. لا، الزمالك الجديد، مش مرتضى جد، الزمالك الجديد. كل الناس عايزة تضرب احتفالنا في مقتل. عشان كده بنهدي اللعب. أنا عارف إن في ناس كتير بيبقوا عايزين يوصلوا المعلومات لناس تانية عشان يقول لهم إحنا عارفين اللي بيحصل في الزمالك، بس أنت مش عارف الوسخ اللي ورا الكمبيوتر التاني اللي بيستفزك أو بيستفزك كل شوية. يعني انت مش عارفه اخبار، انت مش عارفه اخبار الزمالك كلنا، هو بيستخدمها في ايه؟ مش كل الناس حلوه، مش كل الناس. انا بقول دايما خلي بالك اسرتك ايه يا حبيبتك، الناس اللي بتتواصل وبتحاول تاخد معلومات من قيادات قناه الجريء، خلي بالكو، لان في ناس تريد ان تضربنا في مقتل. حافظوا على الطفل الوليد اللي اتولد اليوم، اللي هينقذنا من بلاوي كتير جدا جدا جدا. هنقول وهنقول وهنقول وهنحتفل وهننبسط وهنعمل حاجات حلوة، ولكن الوقت لا يحتمل أي صدمات. خلينا نبدأ بعناوين الأخبار يا أجمل ناس في الكون، وبعد عناوين الأخبار نتكلم شوية، وبعدين نتكلم في الأخبار وما وراء الأخبار، وأقول لكم إيه اللي حصل في الزمالك وإيه اللي هيحصل بكرة وبعده يا غاليين. نبدأ بعناوين الأخبار. خارطة الطريق بالزمالك، بيان الوزير وعودة منصور، كهربا يتلقى الصعقة الثالثة، رسالة الوداع لحسين لبيب، قيادي الفيفا في زيارة مفاجئة لمصر، بالأسماء استقالات جماعية في الزمالك، هذه طلبات مرتضى بعد العودة، هل الوزير هدد منصور بمنعه من الترشح؟ هنجاوب على كل التساؤلات. أشرف الشرقي ينضم لقائمة منتخب المغرب في كأس العرب. حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي والأهلي والمحلة. البقاء والدوام لله في وفاة الفنانة سهير الببلي عن عمر 86 عاما. خالص العزاء للفن المصري والعربي والفن المحترم في وفاة فنانة محترمة. خالص العزاء في وفاة الفنانة سهير الببلي. صفعة وصعقة الاتنين زي بعض، أنا كنت أقصد الوقوع في الخطأ لأن هي صفعة. تحياتي لحضراتكم يا أجمل ناس في الكون. كانت هذه هي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل بعد قليل. أولا بتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنانة الكبيرة سهير الببلي، وهي أسرتها، هي أسرة الفن المصري كله، وهي أسرة الفن العربي كله، لأنها فنانة جميلة. استاذ ايهاب فرهاتي ما تكررش التعليق عشان اليوتيوب بيقول لي ان انا ادوس على كلمه حظر، فلا تجعلني الجا للحظر، مش هرد على سؤالك غير في الوقت المناسب. فخالص العزاء للفنانه الكبيره والقديره سهير الببلي. سهير الببلي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعرض الفنانه الكبيره سهير الببلي لغيبوبه السكر ادت الى عدد من المضاعفات، وتم احتجازها بالرعايه المركزه باحدى المستشفيات. بعدها اعلنت نيفين الناقوري الابنه الوحيده لسهير الببلي ايداع والدتها في الرعايه المركزه، طالبا من الجمهور الدعاء لوالدتها. ثم اعلن اليوم وفاتها عن عمر يناهز 86 عام، من 3 4 ساعات كده تقريبا توفت الفنانه الله يرحمها. كانت من الفنانات المحترمات جدا جدا جدا، وخالص العزاء يعني فقدنا واحدة من أجمل وأشرف الفنانات. منذ قليل تم الإعلان عن حكام مباراة الزمالك مع البنك الأهلي. نشوف مين يعرف حكم ماتش الزمالك مع البنك الأهلي بسرعة.
سريعا سريعا قبل ما تدور في النت، اكتب كما أعلن عن حكم مباراة أو حكام مباراة غزل المحلة والأهلي، الزمالك مع البنك الأهلي، ماتش صعب جدا، هنقابل مدرب محترم وهنقابل فريق محترم ونجوم محترمين. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، برافو أحمد ساكن أول واحد قال، عن حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، حيث يقود حكم الساحة محمود عاشور ومعه مساعد محمود أبو الرجال وأحمد توفيق ونادر قمر الدولة وحكم الفار محمد معروف ومساعد الفار شهاب راشد. انتوا قولوا رأيكم يا غاليين. اول واحد قال احمد ساكن، انا قدام التكست اهو، ولكن كلكم فايزين يا غاليين. اما الاهلي فرايح له الحنفي، محمد الحنفي كحكم ساحة، ومعه احمد حسام واحمد صلاح وصبحي العمراوي وعبد العزيز السيد الفيديو وابراهيم محجوب للفيديو، ده اذا كان في تقنيه الفيديو لماتشات الاهلي، على ما اعتقد انهم بيكتبوا كده وبيروحوا يعسلوا يعني في حكام فيديو لكن بيناموا، بيطلعوا بس وقت ما الفرقه الاخرى تجيب اهداف في الاهلي عشان يلغوها. الله فوق الجميع، مش هنقول اكتر من كده، الله فوق الجميع يا غاليين. بنبارك مره اخرى لجمهور الزمالك العظيم على الانتصار التاريخي الذي تحقق بعد عام كامل بعوده مرتضى منصور، الف مبروك يا زملكاويه يا غاليين، وان شاء الله بكره نبارك اكتر واكتر وبعده نبارك واكتر واكتر، وخارطه الطريق عايزه مننا مجهود وعايزه مننا ذكاء وعايزه مننا صبر. وخلي بالكو ستجدون في الفيسبوك خلال الساعات القادمة حملات لتتويه الزملكاوية، فاحذروا من معلومات الفيسبوك، حذار حذار حذار، الفيسبوك موطن كل فساد. الزمالك فرحان واحنا منتصرين، هتلاقي تهريج كتير، ناس تعمل لك كده حاجة بالفوتوشوب عليها موقع شهير وتضرب لك حاجة في حاجة، هيضرب لك في لعيب، هيضرب لك في حاجة في الزمالك، هيضرب لك في حاجة كده، هيضرب لك حاجة في البلد، هم ما بيسيبوناش نفرح. أكبر دليل على إنهم خدوا الختم على قفاهم، فاكرين القصة بتاعت الختم القفا، هم بقى خدوا الصفعة على قفاهم. شوف لايفاتهم وشوف فيديوهاتهم وشوف عاملين إزاي، يعني الحرقان كان شديد قوي 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 النهاردة بعد ما أخيرا الوزير وافق على تسليم نادي الزمالك لأصحابه الحقيقيين. النهاردة اللي حضر معانا اللايفات صباحا كان في عدة قضايا كنا بننفرد فيها، قناة الجريء معاكم بكل ما هو جديد في القضايا. نمر سريعا عشان الناس اللي ما كانتش معانا الصبح. أول قضية كانت ضد من محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، ضد الاخ اللي انت كاتب اسمه يعني ما لحقش يشتغل في قناه الزمالك. على كل حاجه خلينا نكمل، هنتكلم كتير في نهايه البث. الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي كانوا رافعين قضيه ضد مرتضى منصور، وانا كنت قلقان. على كل حال القاضي اجل القضيه ليوم 28 نوفمبر المقبل اطلاعه، وزي ما نقول ونعيد ونكرر، خلي بالك يا مرتضى منصور، خلي بالكوا يا اللي حوالين مرتضى منصور، خلي بالكو ياللي بتحبوا مرتضى منصور، خلي بالكو كل واحد يخلي باله ان مثل هذه القواضي ما فيهاش هزار. وانا برفض تماما كل اللي يقول لك لا هتتاخد احكام غرامات، لا ممكن ما تبقاش غرامات لان القانون واضح وبيقول والقاضي بينفذ القانون، احنا ما نتفهش الموضوع ونلاقي مرتضى لابس الحيط ونقول له اوب شفت يا مرتضى ادي اللي حصل لك اهو. القانون بتاع تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حول عقوبة التشهير أو ما يسمى بالسب والقذف على السوشيال ميديا، في المادة 26 منه بيقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 300,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتويات منافية للآداب العامة أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، فهذا النص يبرم في شق منه استعمال الجاني
برنامج او تقنيه معلوماتيه للمساس بشرف واعتبار المجاني. ده القانون بيقول كده، يعني ممكن القاضي يلبس مرتضى منصور 5 سنين، ممكن يلبسه سنتين ثلاثه، ده القاضي، واحنا ما نقدرش نتدخل. عشان كده نحتاج من مرتضى منصور يخلصنا بقى من القاضي ويخلصنا من الحاجات دي، ونحتاج من اللي بيحبوا مرتضى منصور ما يتفهوش مثل هذه الاشياء، لان احنا مش ناقصين، احنا شفنا عام من الذل بسبب مثل هذه الاشياء. الاخت المحترمه الاستاذه نصره الغاليه على قلبي، حضرتك اكيد مش عارفه تكتبي تعليق في البث، لانك ممكن تكوني دوستي بالخطا الغاء الاشتراك في القناه. دوسي على العلامه الحمراء اللي قدام حضرتك واشتركي في القناه، وبعدين اعملي ريفرش بعد دقيقه. اي حد بيكتب، يعني اللي مش عارف يكتب في الشات حاليا بيكون مش مشترك في القناه، فلازم يشترك. طول ما العلامه عنده حمراء اشترك في القناه، استنى دقيقه اعمل ريفرش. اهلا بيك وسط اخواتك المثقفين في قناه الانفرادات، قناه الجري تي في، اللي بتتشرف بدعم الجمهور المثقف والواعي والذكي جدا جدا. اجمل جمهور في الكون جمهور الزمالك العظيم. نسيب قضيه مرتضى منصور ونروح على القضيه الثانيه. كان في القضيه الثانيه برضو اللي انفردنا بيها يوم الخميس، الحمد لله، يعني دايما هنقول كل حاجه هنقعد نقول احنا انفردنا فيها. انفردنا بيها يوم الخميس، واللي طالب فيها مرتضى منصور بانه عايز يعرف انهي لائحه هتشتغل عليها انتخابات نادي الزمالك، اللائحه الاسترشاديه ولا اللائحه بتاعت اللي اعتمدها هو في الجمعيه العموميه. على كل حال قرار المحكمه هو الرفض، رفض الطلب مرتضى منصور. اذا الموضوع دلوقتي في عيب وزاره الشباب والرياضه، اعتقد وزاره الشباب والرياضه تشتغل على اللائحه الاسترشاديه، ونبقى هنا خلص الفيلم العربي. برضه هيبقى في توضيحات في الايام الجايه، ولكن قرار المحكمه هو الرفض. قرار المحكمه هو الرفض. استاذ عز عبد الوار هرد على كل التساؤلات، ولكن بترتيب الاخبار عشان ما نلخبطش الاخوه اللي بيتابعونا. هقول لكم على كل حاجه وهرد، وهنعمل نفتح الزوم، يعني هنتكلم ونقول كل حاجه. واهلا بيكم في احتفاليه الزمالك الجديد اليوم. دي القضيتين اللي يهمونا. كمان كان في شويه قواضي رياضيه كده نقولها على عجال عشان برضو جمهور الزمالك جمهور مثقف وواعي ونعرف. كان في قضيه كمان النهارده امام القضاء الاداري، مش هتلاقوا حد يتكلم عليها، بس احنا نحب نقولها لكم، بخصوص نادي الترسانه مقامه من محمد وائل صلاح الدين المحامي، وكيلا عن محمد سلام وعماد حمدي المرشحين، بيطالبوا باستبعاد طارق سعيد حسنين ونجله محمد طارق سعيد المرشحين على عضوية نادي الترسانة من قوائم المرشحين. والمحكمة قررت تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، أقول لك يوم إيه، يوم 11 ديسمبر. المحكمة قررت تأجيل القضية ولم تعطي فيها قرار اليوم. قررت رفض الدعوة. المحكمة قررت رفض الدعوة. إذن المرشحين مستمرين، محمد طارق سعيد حسنين ونجل محمد طارق سعيد حسنين، مستمران في سباق انتخابات نادي الترسانة. على فكرة اللي معرفش نادي الترسانة ده كان نادي كبير، ولكن طيور الظلام اللي بتحلق في الرياضة المصرية يعني ضيعت واحد من شواكيش الكرة المصرية. كمان في أزمة حصلت في نادي هليوبلس، مش عارف حضراتكم تابعتوها ولا لأ. لو حد تابع أزمة نادي هليوبلس اللي حصلت ياريت يكتب لي على التكس. انا شفت الفيديو بصراحه وحزنت جدا 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 لما حدث في التراك في نادي. استاذه ابتسام اهلا وسهلا بيك، منوره الحاجه ابتسام، اهلا بيك على عيني وعلى راسي. انا بقول الاسماء دايما في نهايه البث. ففي تراك نادي هليوبلس من مدينه نصر، الكاميرا الفيديو صورت واحد مدرب حاجه كده بيضرب طفل صغير ضرب عنيف جدا. أزمة نادي هليوبلس دي وصلت إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وأسرة الطفل المعتدى عليه حرروا محضر يتهموا فيه العضو بضرب ابنهم ضرب عنيف، حالة من السياء داخل أعضاء ورواد جروبات نادي هليوبلس. المقطع الفيديو انتشر، أنا شفته لذلك بعلق عليه. وتصاعدت الأزمة، وأصدر عمرو صباطي رئيس مجلس إدارة النادي بيان طلب فيه الأعضاء بالهدوء، وقال إنه تم فصل هذا العضو وإيقافه، وقال لا تهاون في حق النادي، واتخذ قرار بوقفه وما إلى هذا من هذا القبيل. فيديو زي الزفت هحاول أحطه لكم على صفحة الفيسبوك بعد انتهاء البث تماما. الجميل إن في لعيبة من فريق
اليوبلس 2005 كرة القدم هم اللي أنقذوا الطفل من علقة ساخنة جدا جدا جدا، والعضو الغاب التاني ده يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. أشادت عضوة نادي هليبلس كمان بسرعة رد الفعل من الطفل عبد الرحمن من فريق النادي رقم 22، الدفاع برجولة وشهامة عن الطفل المعتدى عليه، وتحية لأبطال هليبلس. كل التحية والتقدير للمواقف دي، أحداث بتحصل بنعلق عليها سريعا. كمان كان في دعوة في انتخاب حوالين انتخابات نادي التجديف، وتم تأجيلها ل 5 ديسمبر، ويطالب فيها المدعين بوقف وبطلان انتخابات نادي التجديف، وتم تأجيل القضية ل 5 ديسمبر. في مسؤول كبير من الفيفا يزور القاهرة حاليا. مين عنده معلومات عن المسؤول واسم المسؤول؟ نشوف أشطر حد يكتب على التعليق. مسؤول كبير من الفيفا يزور مصر، ويا ريت أستاذ محمد فاضل يكون معانا بعد قليل ويشرح لنا ما سبب هذه الزيارة. هو ليس مسؤول واحد ولكن مسؤولين، واحد فيفا وواحد كاف، بس بتاع الفيفا حاجة كبيرة جدا، حيث استقبل الدكتور أستاذ أحمد ساكن. أنت ما شاء الله عليك النهاردة يعني تاخد العلامة الكاملة، تاخد العلامة الكاملة يا غالي، كل التحية والتقدير لحضرتك. فاطمة صامورة، يا ريت تكون بقول اسمها صح، البعض بيقول زامورة، هي المسؤولة الكبيرة التي تزور مصر حاليا. في حد بيبعت حاجة؟ معلش على التليفون نشوف، لا يكون حاجة حلوة كده نفرحكم. معلش دقيقة واحدة، أحد القيادات في وزارة الشباب والرياضة بعت حاجة. ممكن نقولها في نهاية البث إن شاء الله. شكرا لقيادة وزارة الشباب والرياضة اللي بتعرفنا كل التفاصيل أول بأول. ده في ناس محترمة طبعا غير الناس اللي مش محترمة. على كل حال نرجع للموضوع تاني. الحاجة فاطمة سامورة أمين الاتحاد الدولي، طبعا الحاجة أنا بهزر طبعا، الأستاذة فاطمة سامورة أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بتزور مصر حاليا في زيارة مفاجئة. واحد اسمه ميجو ميجوز، انتوا مش بتشوفوا تعليقاته، عمال يحط تعليق هو اليوتيوب عامل له اخفاء لانه ما اعرفش هاكر ولا ايه، ما بيظهرش لحضراتكم بس هو مصر يحطه، مش عارف هستنى عليه لو حطه مره كمان اعمل له طرد، بس هو كده كده اليوتيوب متابع الحاله بتاعته يعني مش بيظهر لحضراتكم، ولكن عادي يعني انتوا عارفين ان لازم احنا نتعرض لمثل هذه السخافات يعني. ففاطمة سامورة بتزور مصر ومعاها فيرون أومبا الأمين عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، والاثنين كل واحد معاه وفد مرافق ليهم. النهاردة التقوا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتضمن اللقاء بحث مواضيع كتيرة. هم طبعا في دباكة دايما بتطلع في مثل هذه الحالات، ولكن احنا هنركز على حاجة معينة. ان حضر اللقاء أحمد مجاهد رئيس لجنة اتحاد الكرة المصري، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ومحمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة. الدباجة بقى التعاون والظل والمش عارف المكانة الإفريقية والمكانة العالمية والمكانة البذنجانية، دي الدباجة اللي طالعة من الوزارة. أما الحقيقة فخلينا نركز في نقطتين مهمين. أول نقطة، إن الناس دي ما بتتحركش من فراغ، يعني مش جاية تتفسح وتاكل جمبري واستاكوزا على حساب الوزير، دول جايين في مهمات مهمة وجايبة معاهم الكاف، يعني في حاجات هتحصل في مصر مهمة جدا جدا جدا، ولو هو مش اتفاقية تعاون ومش عارف إيه والكلام ده، إيه اللي جايب مجاهد واللي جايب رئيس رابطة الأندية؟ طيب برضو حتى لو افترضنا جزافا اهلا بمجاهد واهلا برئيس لبضة،
ايه اللي مقعد المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة في هذا الاجتماع؟ طالما الموضوع كده حاجات حلوة، ونشرب شاي بالياسمين ونشرب حاجات حلوة، ايه اللي مقعد المستشار القانوني للوزارة؟ يبقى الموضوع فيه حاجات مهمة جدا 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 للكرة المصرية في الفترة الجاية. برحب بالأستاذ محمد فاضل، هنعمل لك مداخلة بعد قليل وتقول لنا بعض التفاصيل يا أغلى الغاليين. مش عارف شايف حد بيقول مش بترد على كلامي ليه؟ نرجع ونفهم الناس إن أنا مش قارئ تيكست، أنا بقول الأخبار وما وراء الأخبار. أستاذ ميلاد سعد بيسأل إيه حالة ممدوح عباس بعد رجوع مرتضى حضرتك؟ اتصل بممدوح عباس واسأله. أنا مش قاعد معاه، أنا قاعد بقول لحضرتك الأخبار وما وراء الأخبار. يعني أرجو حضرتك تكون متفاهم دور قناة الجريء في الأحداث. إحنا مش زي الحاجات اللي بتروح تحضرها. أنا شفت مرة بالخطأ بس لأحد الأشخاص الزملكاوية طول الوقت بس عمال يرد على التكست والناس مبسوطة. إحنا مش قناة تكست، إحنا قناة مثقفين، قناة الخبر وما وراء الخبر. فأتمنى من كل حد يكون معانا، ننتظر الآخر بس بنقعد بنهزر وبنتكلم وبنرد. استاذ محمد فاضل بيقول لكم جاهز والموضوع كبير، ربنا يستر يا ابو الابطال. انا عارف الحاجه فاطمه دي لما بتتحرك يعني دخلتها بالخير كله، يا رب تنضف، وهتنضف وان شاء الله هتنضف، ان شاء الله هتنضف. المهم الوزير ده درع وهدايا تذكاريه في نهايه المقابله، وان شاء الله استاذ محمد فاضل يوضح لنا اكتر. الفيفا كمان ارسل لاتحاد الكره المصري اليوم قال له انه موافق على التعديلات اللي بترغب الجمعيه العموميه الجبليه في اجراءها على لائحه النظام الاساسي في الاجتماع الطارئ يوم 28، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. الانديه بتطالب في التعديلات، اهم موضوع كده عشان ايه نخلص من الموضوع، بتطالب بتطبيق بند الثمان سنوات. تحبوا ادخل استاذ محمد فاضل يشرح لكم الخبر دلوقتي ولا في نهايه البث؟ طالما الاستاذ محمد جاهز بالمعلومات القويه، شوف ارائكم ايه، تحبوا الاستاذ محمد فاضل يدخل ويوضح لنا الحقائق ولا في نهايه البث؟ لكم القرار، وانا والاستاذ محمد فاضل تحت امركم في اي شيء، لان احنا بنعشق الزملكاويه و الان. طيب انا شفت احسن يدخل الاستاذ محمد يقول لنا في عجاله بعض التفاصيل، وفرصه ان انا ايه افضل لي بق شاي من الشاي بتاع الناس المحترمين يا استاذ عزيز، مش ناسيها لك ابدا والله. اختي الغاليه يا استاذ عزيز، وبعد كده نكمل وبعدين نرجع نسمع. طيب نسمع الاستاذ محمد فاضل ويوضح لنا احسن، بيقول الموضوع كبير وانا بصراحه بخاف من فاطمه سموره دي قوي. مش انا شخصيا بخاف منها، انا بخاف من قراراتها. استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير، مساء الأنوار، أهلا بيكم، مساء الأنوار كله مع بعضه. قول لنا يا غالي إيه الحكاية؟ مساء الأنوار. الحكاية فاطمة سمورة جاية عشان تكون حضرتك عارف لموضوع مهم. إيه هو؟ واضح إن ما عندهمش ثقة في اللجنة اللي بتدير اتحاد الكورة دلوقتي، وان هي جايه الهدف الاساسي، هي مش جايه مع وفد من الاتحاد الافريقي، هي جايه تقابل الاتحاد الافريقي هنا، الاتحاد الافريقي في مصر. فهتقابل مسؤولين في الاتحاد الافريقي هنا. هي والوفد قبل الوزير النهارده. هي والوفد من الاتحاد الافريقي قبل الوزير. بالظبط، لان هي خدتهم من هنا، هي مش جايباهم معاها طبعا، هي جت قابلتهم هنا لان في مصر مقر الاتحاد الافريقي. اكيد. والهدف الأساسي من الزيارة هو عشان تعرف حضرتك إن هي طبعا هتقعد مع الهدف هي تطوير الرياضة المصرية والإفريقية، يعني مش جاية لمصر بس، زائد إن هي الموضوع الأساسي لها عايزة تشوف إن إدارة الاتحاد المصري دي هتفضل هي تقريبا بشكل يومي تراجع النظام الاساسي للاتحاد عشان تضمن ان هو موافق مع النظام الاساسي للفيفا، وعايزه تتاكد كمان
ان اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصري هيعتمدوها. يعني ده معناه ان هي شاكه ان يوصل لها معلومات غلط، الاتحاد الدولي شاكك ان يوصل له معلومات غلط عن اعتماد اللائحه، وهتراجع اللائحه مع وتطبقها وتقارن بينها بين اللائحه الاساسيه للاتحاد الدولي، ولازم طبعا ما يكونش فيه اختلاف بين الاثنين وزي ما انا قريت ان هي هتعمل كمان مراجعه، دي مهمه جدا، خلي بالك من النقطه دي، هتعمل مراجعه للنظام الاساسي للانديه الاعضاء في الاتحاد الكره المصري. طيب انا افهم من وجود بجاهد والمسؤولين في اتحاد الكوره والاتحاد الافريقي ده امر عادي، وجود المستشار القانوني لوزير الشباب ده الامر اللي مش عادي. لا، ما هو حضرتك لو تاخد بالك من النقطه بتاعت انها هتراجع النظام الاساسي للانديه الاعضاء في الاتحاد المصري، فطبعا محتاجه مستشار قانوني يقعد معاها. هل ده الانديه كلها نظامها واللوائح بتاعتها مطابقه اولا للفيفا للاتحاد الدولي، وطبعا هترجعها مع قانون الرياضه المصري، واخد بال حضرتك؟ فهي الفكره كلها ان هي مش جايه بس للاتحاد المصري، دي جايه كمان للانديه انها تشوف كل نادي النظام الاساسي بتاعه، يعني اللائحه بمعنى اصح بتاعته مطابقه للوائح الاتحاد الدولي ولا لا، وهتراجع كل الكلام ده. واعتقد يعني لغايه دلوقتي انها هتقعد فتره لغايه الانتخابات، لانها عايزه تحضر الانتخابات وتحضر اعتماد اللائحه من اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم. يوم 28 يعني الموضوع كبير، الموضوع فيه وصلت لهم حاجه تشككهم في مصداقيه الاتحاد المصري او اللجنه اللي بتدير الاتحاد المصري. طب هي لما تيجي تجتمع مع الوزير ده ليه دلاله معينه؟ طبعا طبعا معناه كبير، معناه ان هي طبعا هتعتمد مع اكبر راس في الرياضه المصريه، واكيد عندها بعض التساؤلات، وانا متاكد ان عندها تساؤلات هتسالها للوزير عن اللوائح وتطبيق اللوائح في الرياضه المصريه في كره القدم المصريه، هي ملهاش دعوه بقيه الرياضات، يعني عن كره القدم المصريه، واخد بال حضرتك؟ عندي سؤالين، ما اعرفش بقى اسئله غبيه ولا اسئله ذكيه، انت تقرر. يعني اول سؤال، هل الموضوع ليه علاقه بمرتضى منصور؟ تاني سؤال، هل مجاهد طلب ان هي تيجي تستقوى بيها لان لها هتفرم؟ معلش، هو ممكن السؤال يبان ان هو كانه غبي، ولكن هو لو فهمناه ممكن يكون ليه معاني تاني. هو غالبا يشمل كل هذا، يعني بيشمل كل الحاجات دي، لانها جايه كمان عشان تحضر في الغالب عشان تتاكد من انتخابات الانديه وانتخابات، لان هي بيسموا انتخابات واجراءات الانتخابات لجميع اعضاء الاتحاد المصري طبعا، ولازم يكون موافق برضه للوائح بتاعت النظام الجديد اللي هو حسب اللائحه اللي هيعتمدها اعضاء الجمعيه العموميه. فجاي هو كله جاية شؤون إدارية بمعنى أصح. هي دي نفس الشخصية اللي كانت مسكت الاتحاد الأفريقي في فترة الفساد ونظفته، ولا كان واحدة تانية؟ هي اللي كانت معينينها، الاتحاد الدولي كان معينها تتابع، وقعدت حوالي قربت من سنة في الاتحاد الأفريقي عشان تكشف الفساد اللي فيه وتنظم الانتخابات وتنظم، لو حضرتك تفتكر كانت قبل الانتخابات بتاعت الاتحاد الافريقي كانت قعدت مده موجوده في الاتحاد الافريقي، واخد بال حضرتك، لغايه لما قبل الانتخابات او اعتقد حضرت الانتخابات كمان، وبعد كل ده مشي نظفت الفساد كله وكانت موجوده هنا. اتفضل استاذ جلال يوسف بيقول انا شامم ريحه هاني بوريدا في الزياره دي، هاني بوريدا مستبعد تماما من الزياره دي وملوش اي ريحه خالص، مستخبي تحت السرير، عشان كده احنا بنقول الزيارة خطيرة.
عارفين هم لو بيثقوا في هاني ابو رضا كان هو هاني ابو رضا هو اللي جه اللي عمل الحاجات دي كلها. هو الان لا يثقون في هاني ابو رضا. مظبوط اسمع محمد؟ طبعا طبعا. لا لا، لو كان هو له دخل كان 100% جه في الزيارة يعني، لأن هو عضو بارز يعني في اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي في نفس الوقت. لا لا، هي جاية عارفة جاية عايزة إيه، وأنا أقدر أجيب لك بعد كده إن شاء الله الخبايا. إنما أنا متأكد من الكلام اللي بيتقال واللي مكتوب يعني، إن هي جاية مخصوص عشان الأندية، وعشان في شك من لجنة ثلاثية دي على اللائحة الأساسية بتاعت الاتحاد، هل هي مطابقة للاتحاد الدولي ولا لأ، وهل هيعتمدها أعضاء الجمعية العمومية قدامها ولا لأ، وما يحصلش تلاعب. يمكن حضرتك فاكر مرة كان جه وفد برضو من الاتحاد الدولي، بس ما كانش فيه طبعا عضو كبير زي السيدة فاطمة سمورة، كان مجرد أعضاء عاديين وبرضو تلاعبوا بيهم وحضروا الانتخابات. لو حضرتك في الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة الاتحاد اللي انحل اللي قدم استقالته بسبب فضيحة أفريقيا، الاتحاد ده كان أيام الانتخابات كان في وفد من الاتحاد الدولي بيشرف على الانتخابات، بس طبعا يظهر وكلوه كباب وكفتة ومشي، وحصل التلاعب ما برضه. كان فيه إنما بقى المرة ساعتها دي بقى انا بوليتا بقى كان فرد جناحاته. بالظبط، طب انما المره دي جايه سموره، وسموره دي ما تعرفش ابوها يعني. طب سؤال غبي تاني معلش، استحملني في لا الاسئله الغبيه. اتفضل. الزيارات اللي زي دي بتكون مفاجاه ولا مثلا بيبعت للوزير قبلها بثلاث اربع ايام او قبلها باسبوع او قبلها ب 10 ايام؟ قد ايه ممكن يقولوا في زياره لقياده كبيره في الفيفا؟ احنا عارفين مسؤوله في الفيفا لما تتحرك يعني ده زي رؤساء الدول بالظبط يعني، بتتباعت قبلها بقد ايه مع لا اعتقد بيكون في فتره يعني، لان ما اعتقدش بيجوا مفاجاه يعني، هم يومين ثلاثة أسبوع اعتقد حاجة كده؟ في حدود اسبوع مش اكتر من اسبوع يعني، حلو أوي. بيكونوا محددين إذا السؤال الغبي واكيد الأولاني بيرتبط بالسؤال الغبي الثالث، إن هل انا هناك تحرر. علاقة هل هناك علاقة بين الزيارة وبين موضوع مرتضى منصور النهاردة؟ لأن إحنا لاحظنا في الفترة الأخيرة الأيام الأخيرة إن الوزير بينزل 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 لحد ما وصلنا لليوم إنه خلاص موضوع عودة مرتضى و مشايير لجنة لبيب. هو الوزير خاف مثلا؟ لا ده اللي هقول عليه حضرتك عليه، طب ايه؟ تلاحظها من الكلام اللي كان مكتوب اللي انا قريته يعني، ان انت عارف حضرتك الاتحاد الدولي لما بيجي يشرف على الاتحاد المحلي تمام صح؟ مظبوط. انما دي قالت الزياره كمان خاصه بلوائح الانديه، يعني عندها خبر عن حاجه وجاي تشوفها، طب يمكن واخد بالك؟ مثلا الايميلات والرسائل اللي بعتتها الاستاذه تريز وحضرتك والدكتور سامح رضوان لها تاثير مثلا؟ لا يمكن ما يكونش لها تأثير، لأن يعني احنا جالي بعض ردود كده، الردود البلهاء اللي بيعملوها يعني، واللي يقول لك بس عايزين حد ذو صفة وبتاع، كل ده بيضرب. لما انا ايامها لما قلت لحضرتك انا عارف ان ممكن ما يردوش علينا رد قاطع، بس الرصاصه اللي ما بتصيرش بتدوش ويظهر انها دوشت يعني، والاخوه والاخوات اللي خدوا الايميلات اللي حطيناها مره في فيديو وعرضناها على الساده وكلهم بعتوا، كل ده بيدوش. انما طبعا هم ما بيتحركوش بسرعه يعني، الا لما يتاكدوا كمان يعني. يعني انت عايزين حضرتك لما بصراحة سمعت لهم نشيد، عايزين بصراحة نشيد، وأنا كل فترة أهدي معلومة أكتر شوية بالدور اللي تعمله الأستاذة تريز جيركس اللي إحنا فرغناها من الفيديوهات رغم عشقنا لصوتها وعشقنا لحماسها في قضية نادي الزمالك من أجل عملية تنظيف الرياضة المصرية، وكل فترة كده هنلمح لشيء هي بتقوم بيه ومجهود شاق في حاجتين، في عملية تنظيف الرياضة المصرية وعملية دعم مؤسسة الجريئة الإعلامية، ولكن لكل حدث حديث، ولا لكل حديث حدث، لكل حدث حديث إن شاء الله. فبنشكر وبنشيد بالأستاذة تريز جرجس العمود الفقري في كل ما هو ناصع البياض. لا مجهودها معروف يعني، احنا عارفينه كلنا ده أنت عارف أكتر، أنت عارف أكتر مننا بقى، ما تخليناش بقى نتكلم بقى.
خليش اسالك سؤال غبي واخليك تقول الحقيقه. والله لا والله انت تعرف احسن مني مليون مره، انت اعلامي كبير، انا راجل على قدي يعني. حقيقه يا استاذه تريز جرجس لها دور في كل ما يحدث، ولكن في يوم من الايام هي بترفض ان احنا نقول، ولكن لها دور جميل في تنظيف الرياضه المصريه، فبنشيد بيها وكل اعمالها، وان شاء الله لما تنضف ترجع لنا بالفيديوهات الجميله بتاعتها، ربنا يديها الصحه يا رب. كمان بنشكر الدكتور سامح رضوان برضه له مواقف جميله في هذا الملف. طبعا هل تجتمع ساموره مع مرتضى منصور؟ سؤال الاستاذ ابراهيم اشمعنى. اعتقد لو هو طلب ممكن تقابله، والمفروض يطلب، ويمكن يعني احتمال كبير قوي انها تزور الانديه. انا بقول لك النقطه دي، احتمال كبير قوي تزور الانديه، ولو زارتهم وهو موجود ارجو انه يقول حاجه يعني. طب ما كنتش تقابله الصدفه في الوزاره النهارده؟ تعرف ليه لا؟ تعرف الاثنين كانوا في الوزاره في توقيت واحد؟ ليه لا؟ ممكن تكون قابلته هناك، ولو قابلته هناك هتتكلم معاه في الموضوع، موضوع تجميد المجلس، وهتناقش مع الوزير تجميد المجلس، انا متاكد من الكلام ده يعني. بس ارجو ان هو يعني يشدها شويه او يتكلم معاه. طبعا انا اعرف ان هو معلش هو لو اي حد معاه من المحامي بتاع المحامين اللي معاه ولا اي حد معاه يقدر يتكلم معاها ويترجم لها يعني، مش مشكله يعني. طيب ممكن سؤال اخر، ممكن نلاقي انفراجه في قضيه شيكابالا؟ انا بقول لك الاسئله اللي على التكست بصراحه. شيكابالا بقى هيقدر ان هو يطلب مقابلتها؟ هي دي النقطه. اعتقد ان هو لو قابل فاطمه سموره، السيده فاطمه سموره، حتى يعني هتأنبه، وانت ليه ما بعتش للاتحاد الدولي شكواك؟ ولازم هتأنبه. ولو عرفت ان هو لجأ لمحاكم مدنيه او لجنه التسويه والتحكيم والكلام ده، هتأنبه على الموضوع ده، لان الجهه الرئيسيه اللي لازم يروح لها هي الاتحاد الدولي. طيب سؤال اخير استاذ محمد عشان ندخل في الاخبار بتاعتنا الحلوه، ما هي اللغات التي تتحدث بها الاستاذه فاطمه سموره؟ فاطمه سموره بتتحدث الانجليزيه والفرنسيه لانها من السنغال طبعا، وبتتحدث الايطاليه. يعني الفرنسيه يعني احنا نضمن لقناه الجريء مقابله بالاستاذه تريز مع الاستاذه فاطمه سموره، وهي احنا بس عايزينها تحل لنا مشكله شيكابالا مش اكتر، لانه وحشنا شيكابالا. فكده ممكن كده ممكن. ممكن تقدر تجيب، انا ممكن ادور واشوف محل اقامتها فين في مصر، وهي تجيب رقم الاوتيل اللي هي قاعده فيه، وممكن تكلمها او تروح تزورها هناك. حاره مجاهد شارع الجبليه. لا ما تقعدش في الجبليه، هي مش هتقعد في الجبليه في الورود دي بقى. لا لا مش ممكن يعني. فهو انا افضل يا ريت والله. استاذ عبير هرد على حضرتك حالا، اصبري معانا هنقول لكم كل ما يفيد حالا، بس ارفعوا اللايكات يا جماعه، كل ما بترفع اللايكات بترفع المشاركات بنقول اسرار، هذه عادتنا في قناه الجاي. اتفضل يا استاذ محمد. يا ريت نعرف مقيمه فين في القاهره، وبالصدفه ده ممكن تعملها كصدفه برضو الاستاذه تريز، وتروح الاوتيل وتقابلها وتتكلم معاها. اي شكوى لعلمك بيكون لها تاثير، حتى لو مش تأثير فوري يعني. حتى لو قابلتها وقالت لها، ما تفتكرش انها هتردها او لا لا لا، بالعكس شخصية جميلة. لا 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 يمكن، وهتسمع لها وكل حاجة حتى لو مش هتعمل حاجة. سبق للدكتور سامح رضوان وهو قيادي كبير في قناة الجريء ان التقى بيها ووصل لها معلومات مهمة وجها لوجه وسمعته، والدكتور سامح يدخل معنا في نهاية البث او لو موجود يأكد لنا على التكس، وان شاء الله يحكي لنا ايه ما تم معه. طبعا لا، الناس دي بتحترم كل الناس يعني، دول ما وصلوش للمناصب دي من فراغ يعني، ودي قويه جدا لعلمك. لما تبقى واحده ست في الاتحاد الدولي، اللي انت عارف الاتحاد الدولي ده دوله لوحده، وهي السكرتير العام يعني بعد رئيس الاتحاد مباشره، واخد بال حضرتك يعني، بتهيألي ابتدى حاجه قريبه زي سكرتير عام الامم المتحده ولا حاجه كده يعني، بس اقل شويه.
بالظبط، زي مثلا نائب رئيس نائب الرئيس، هي نائب الرئيس يعتبر سكرتير عام، يعتبر زي نائب الرئيس، واخد بالك يعني. وبعدين هو مش باعت المره دي لجنه زي المره اللي فاتت، واخد بال حضرتك؟ لا، ده باعت بقى السكرتير العام بتاعه الاتحاد الدولي. لا، ودي شكلها كده كوماندوس المهمات الصعبة، بتنزل تنظف. بالظبط، عشان كده وهي سألتك هي نازله، نفسها اللي كانت ماسكة الاتحاد الافريقي، قلت لي اه. وهي نازله كمان صيدا للاتحاد المصري، او اللجنه اللي بتدير الاتحاد المصري، وصيدا للاتحاد الافريقي في نفس الوقت. يعني هي زياره بحدين، مش بقول لك اتنين في واحد، هي دي زياره في واحد. أستاذ هابيل، لان انت ما أستاذ نبيل محمد بيقول الكلام ده يكون سر. سر ليه؟ إحنا في شفافية، وزيارتها معروفة للعالم كله، إذا كان العالم كله يعرف إن هي زيارتها معروفة، إحنا هنخبي؟ عمرنا ما نخبي، إحنا قناة الشجاعة. لو الدكتور سامح هو موجود، إن شاء الله نعمل مداخلة للدكتور سامح ويكلنا حوالين مقابلة. أعتقد ممكن إن هي تلتقي بالرئيس حتى لو مقابلة غير معلنة. طبعا. هي ده، هي كمان لو اصل الفيفا زي ما قلنا دوله، يعني اي عضو من الاتحاد الدولي بيروح في اي دوله، اوقات كتير بيقابل الرئيس او الملك. يعني لما انفانتينو كان مثلا في السعوديه كان بيقابل الامير سلمان، كان بيقابل، يعني لما جه هنا اعتقد قابل الرئيس السيسي غالبا لو افتكر انا، واخد بالك؟ الناس دي كبيره، الناس دي بيقابلوا رؤساء دول، بالذات مش لما يكون قليلين يعني. مضاف. يعني طبعا ولو لقيت حاجه مش عاجباها ممكن تطلب مقابلتها، ولا أكيد يمكن الرئيس هيرفض يقابلها، لا يمكن، واخد أكيد. بال حضرتك؟ أستاذ محمد فاضل، دي بشكرك بس على مداخلتك الجميلة، وعايزينك تكون معنا في نهاية البث إن شاء الله. ان شاء الله معاكم دايما شكرا ان شاء الله، شكرا أستاذ محمد فاضل، بالتوفيق ألف شكر. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا، انا المشكرين، مع السلامه. مع السلامة. بنشكر الاستاذ الفاضل الاستاذ محمد فاضل، بنشكر طبعا الاستاذه تريز جرجس والدكتور سامح. الدكتور سامح هيشرح لنا في نهايه البث ماذا حدث في المقابله بينهم، وان شاء الله هتنضف هتنضف، ان شاء الله هتنضف هتنضف. بس خلاصه الموضوع، ناخد من الموضوع ده خلاصه، ان الاخ بتاع الفيفا بتاعنا ده ما اعرفش اسمه ايه، مستخبي تحت السرير ومستبعد تماما من هذه التحركات. اذا كان الفيفا يثق فيه فكان بعته هو في المشوار ده كله، ولكن طبعا ما فيش ثقة فيه. نمرة اتنين، لماذا في هذا الاجتماع حضر المسؤول عن الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة؟ لازم نفهم في حاجات. نمرة ثلاثة، توقيت إعلان رحيل لجنة لبيب وعودة مجلس مرتضى منصور في نفس التوقيت، يوم الزيارة يوم المقابلة. انتوا بقى زملكاوية مثقفين وبتفهموا ما بين السطور يا أجمل ناس في الكون. خلينا نواصل الأخبار وما وراء الأخبار يا غاليين. كنا وصلنا لخبر بتاع الفيفا، ونكمل مع بعض، ندخل على أخبار نادينا العظيم، نادي الزمالك الكبير، أجمل نادي في الكون. قبل ما ندخل على نادي الزمالك، خلينا نتكلم على كهربا. كهربا يتلقى الصفعة الثالثة ولا يتلقى الصعقة الثالثة؟ قول على التيكت زي ما انت عايز، شايفها صفعة ولا صعقة للمباراة الثالثة على التوالي. خرج محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي الفنكوش من الحسابات الفنية لبيتس وموسيماني مدرب الفريق، واستبعده من مباراة غزل المحلة التي تقام غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري. دي تالت مرة يستبعده موسيماني. في كلام عن ان كهربا عمل ازمة عنيفة جدا جدا، بس انا ماليش دخل في يعني مثلنا القديم اللي بقى لنا فتره مقلوب، دع الدودة ياكل بعضه. انت يا خطيب جبت كهربا وقلبته على الزمالك، اشرب يا بيبو، اشرب وحلي بكهربا. هذه الاصناف هي اللي تنفع معاكو، واشرب اعمالك السوداء، هتخلص هتخلص. وكهربا ذليلهم بالتسجيلات الصوتيه، مش هنقول اكتر من كده. فكهربا الهارب المتمرد اللي قول عليه زي ما انت عايز تقول، بيشرب والاهلي بيشرب وكله بيشرب. تخيلوا ان كهربا اللي لعب في الاهلي من يناير 2020 شارك في 62 مباراه، لم يسجل سوى 17 هدف وصنع 9 اهداف، ويعيش مشاكل المشكله تلو الاخرى والفضيحه تلو الاخرى، المشاكل والصفعات، ولان الخطيب مذلول بتسجيلات صوتيه مش قادر يعمل معاه اي حاجه. ولكن
ادكر بيتسو موسوماني اللي انا بحترمه بصراحه كمدرب محترم لانه كبسهم وتصور مع شيكابالا اللي حرقهم. انا بصراحه بحب موسوماني برغم اي شيء من موقفه مع شيكابالا، مدي الكهرباء على قفاه، مش هنقول اكتر من كده. ندخل على اخبار نادينا الحبيب، اخبار الزمالك العظيم، اجمل نادي في الكون واحلى جمهور في الكون واحلى حاجه في الدنيا نادينا نادي الزمالك. الزمالك يستعد لمواجهه خطيره جدا جدا بكره مع فريق البنك الاهلي. فريق البنك الاهلي بيقوده مدرب عظيم، مدرب كبير اسمه الكابتن خالد جلال. ماتش صعب جدا وهيكون من اصعب الماتشات لان هنلعب مع ناس محترمه، فريق محترم فيه نجوم محترمه. هنشوف لعبتنا اللي لجنه لبيب لازم تتحاسب على انها هربتها. يعني والله انا حزين مش يعني لما يرجع المجلس او ننتخب مجلس نحاسب الناس دي على اللعيبه اللي حسبنا الله ونعم الوكيل. والله الواحد يكاد يبكي على النجوم اللي مشوهم ببلاش ومشوهم بنيه البيع. على كل حال الفريق قائمته غدا حراسه المرمى محمد ابو جبل ومحمد عواد، في الدفاع المسلوسي ومحمود علاء والونش وعبد الغني وعبد الله جمعه وعبد الشافي وحازم امام، في الوسط طارق حامد وامام عاشور ومحمود عبد العزيز ويوسف اوباما واسلام جابر واحمد سيد زيزو وأوناجم ومصطفى فتحي وايمن حفني، في الهجوم سيف الدين الجزيري وعمر السعيد، يغيب عن المباراه اشرف بن شرقي للاصابه واحمد فتوح للاصابه ومحمود عبد الرازق شيكابالا للايقاف الظالم يا ظلمه. بالتوفيق للزمالك العظيم اجمل فريق في الكون. اشرف بن شرقي بينضم الى قائمه منتخب المغرب حيث كشف اللاعب انه هيشارك مع المنتخب بلاده في كاس العرب المقرر اقامتها في فتره من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر. اللاعب قال في تصريحات اليوم انه هينتظم في معسكر المنتخب المغربي بعد مباراه سيراميكا. احنا عارفين ان الدكتور اكد لنا ان هو هيلعب ماتش سيراميكا باذن الله، هيلعب ماتش البنك الاهلي وهيلعب ماتش سيراميكا. بالتوفيق لمنتخب المغرب ضمن المجموعه الثالثه للبطوله التي تضم منتخبات السعوديه الاردن وفلسطين. نروح بقى الاخبار اللي حضراتكم مستنيينها وملفات التسليم والتسلم في نادي الزمالك، ونركز مع بعض ونوفر الاسئله لحين ما ننتهي من التفاصيل. طبعا بشكر حضراتكم فرد فرد وبرحب بحضراتكم، انتوا اغلى ناس عندي في الدنيا وربنا يخليكم، ولكن رجاء ارفع اللايكات عشان اقدر اقول حاجات مهمه جدا تعجبكم. والله العظيم انا تعبان بس خارج علشان اطمن جمهور الزمالك العظيم حول ما يحدث في الساعات الهامه في نادي الزمالك. اولا في استقالات كتيره في الزمالك، يا ريت بس نرفع اللايكات لان اللايكات قليله قوي، واللايكات لما بترفع بترتفع المشاركات، وده اللي يهمنا توصيل المعلومة الصحيحة لأجمل جمهور في الكون جمهور الزمالك. يعني حضرتك بتاخد معلومة، في ناس تانية بتاخد معلومة خطأ جدا من ناس مغيبة، فاحنا عايزين نوصل المعلومة الصحيحة لكل ما هو زملكاوي جميل. أولا استقالات جماعية في الزمالك، مين قدم استقالته اليوم؟ حسين السمري المدير التنفيذي، عاطف النمر مدير النشاط الرياضي، طارق جبريل المدير المالي، وعمر الدرديري المسؤول الإعلامي. الثلاثة الأولين قدموا استقالتهم إلى وزير الشباب والرياضة، وعمر الدرديري ما عرفش قدم استقالته لمين لأنه هو معين في الزمالك. فمع ألف سلامة والباب اللي يودي، بس الناس دي لازم تتحاسب يا جماعة عشان برضو ما إحنا دلوقتي إحنا نسينا كل البلاوي اللي عملتها لجنة المستشارين لو تفتكروا، نسينا خلاص غمضنا وقعنا في لجنة لبيب ونسينا البلاوي اللي عملتها لجنة المستشارين، عملوا بلاوي كتير كتير كتير. فمطلوب الآن ما نعديش، كل واحد لازم يتحاسب، خصوصا أنا هقول لكم ليه وأقول لكم لجنة لبيب بتجهز ليه. على كل حال الناس دي قدمت استقالتها النهاردة، طبعا الوزير يقبل ما يقبلش، يرجعهم بعد شوية يحطهم في لجنة للإشراف، الله أعلم ده اللي هيتم خلال الساعات القادمة، ولكن احنا اليوم بالمرصاد ومش هنسيبهم سوى بإذن الله عندما نجدهم بالبدلة الزرقاء. كل من فرط أو كل من أذى مشاعر جمهور الزمالك لازم يتحاسب. عارفين طبعا زي ما قلت لكم ان لجنة حسين لبيب كمان قدمت استقالتها اليوم
لوزير الشباب والرياضة، وعارفين إن مرتضى منصور عمل اجتماع مطول اليوم مع الوزير. لما عملت البث الأولاني بتاع القضية كنت عارف إن هم مجتمعين، ولذلك قلت لكم انتظروا، لو ما يكون في بث عاجل هيكون في خبر حلو. عندما تم تسريب بعض المعلومات أثناء الجلسة اللي ما تم الاتفاق عليه، عملنا البث العاجل وانفردنا على العالم كله، وما زال البعض بيخبط ومش عارف يقول، واللي كان عمالين يقول لك مش هيرجع، عمالين دلوقتي يقول لك عودة مشروطة ومش عارف ايه، وكلام ناس مش عارفة تتكلم، مش عارفة تتكلم. ان شاء الله خير. على كل حال، لجنة لبيب بعد ما قدمت استقالتها عملت بيان، جاء البيان كالتالي: تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك انها تشرفت بالمهمة التي اسندت اليها، وتؤكد انها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة اعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة، وإليهم جميعا نتقدم بالشكر على سخطهم ودعمهم. كما تؤكد اللجنة إنه مع انتهاء المدة المقررة لعملها تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شؤونها، مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق. ده بيان اللجنة. حسين لبيب عمل تصريح في نهاية مدته، أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه من المقرر غدا الاثنين يكون آخر يوم عمل للجنة المكلفة بإدارة الزمالك بشكل رسمي، وقال أن اللجنة عقدت جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم الاتفاق على أن يكون الاثنين آخر يوم للجنة على أن تقوم بتسليم النادي، ويتسلم النادي لجنة من الجهة الإدارية. حوالين مين هيستلم النادي؟ قال معرفش، هذا الامر يخص الوزاره. على كل حال، هو قال ان بكره، بس انا اقول لكم ان هم فضوا مكاتبهم، سووا يعني النادي بلا اداره الان في هذه اللحظات، وبكره الصبح النادي بلا اداره. لذلك في خلاف، خلينا اقول لكم عليه بعد قليل لما نوصل للكلام بتاع مرتضى منصور، في خلاف خطير جدا بيحدث الان، بس رجاء ارفعوا لايكات للاخوه المستمعين. حسين لبيب مش ماشي كده وخلاص، ولا لجنته ماشيه كده وخلاص، ده ماشيين وعينهم على النادي. لذلك الصفقات والحاجات اللي كانوا عاملوها، انا قلت لكم ده شغل انتخابي، بالرغم من فرحتنا انهم جددوا الاثنين من اللعيبه، انما ده شغل انتخابي بحت. فحسين لبيب جهز قائمه انتخابيه هتدخل الانتخابات مع هاني العتال على مقعد نائب الرئيس، عشان تبقوا عارفين، مع النائبه البرلمانيه نشوى الديب اللي هترشح في العضويه، واسماء مثل هاني بيرزي والاعلاميه نيرة الاحمر واخرين داخلين معاه. يعني هو مجهز القائمه بتاعته وداخل الانتخابات، داخل الانتخابات، داخل الانتخابات، ما فيهاش فصل. طيب نروح للمستشار مرتضى منصور، حبيبنا وحبيب الكل، بس يا ريت تقولوا لي الوقت بتاعنا بقى لنا قد ايه عشان ما نطولش قوي. يا رب ما نكوناش طولنا كتير. طب تمام. المستشار مرتضى منصور عمل اجتماع مع اشرف صبحي اليوم، والاجتماع كان فيه شد وجذب كتير، يعني ما كانش سهل كده. وحبيبي يا ابو عمه، يا ابو احمد، يلا بقى لما نسلمك، يا حبيبي يلا بينا، تحب بكره ولا بعده؟ خليها بكره، خليها بعده، شاي بالياسمين، لا. الاجتماع كان شديد العنف، وكان شديد الصوت العالي، وحضروا مستشار قانون الوزاره، والصراع كله في الاجتماع اليوم حوالين مرتضى يستلم ويدعو الانتخابات، ولا مرتضى يقعد شهرين، الأقرب للتنفيذ شهرين، أو يدعو الانتخابات في فترة معينة، بكرة ولا التلات. مرتضى عايز يرجع بكرة، والوزير عايز يرجعه التلات، الله أعلم إيه الوزير فرقة معاه إيه، مش عارف، أنا مش فاهم برضو. أنا بخاف من الوزير، وبقول لكم لو عمل نفسه ملاك عمري ما هصدقه، لانه هو من ذبح نادي الزمالك. فليه الوزير مصر على انه يسلم مرتضى التلات؟ حاجه تخوف، حاجه تخوف. مستشار مرتضى ارتفع صوته وكان مصر على التسليم غدا برضو. اشمعنى التلات؟ شيء خطير كده. يعني انا بقول لكم التفاصيل، التفاصيل مش هتسمعوها في اي حته غير في قناه الجريء، لان دي من قلب، يعني كانوا ثلاثه قاعدين في الاجتماع. فدلوقتي الوزير هيضرب اخماس في اسداس، هيتهم مدير الشؤون القانونيه ان هو بيسرب لنا الكلام.
ايه اللي هيحصل بكره الله اعلم، لان احنا مش رابعهم، احنا مش وزير، احنا بس بنقول الحقائق وبنضغط باسلوب معين على صناع القرار. احنا بنتمنى مرتضى يرجع بكره، بنتمنى مرتضى يقعد بدل الشهرين ستة. طلبات مرتضى منصور ايه اللي طلبها؟ عشان نكون فاهمين، مرتضى منصور قال يستلم بكره، قال يستلم بكره ويدعو الانتخابات بعد شهرين على الاقل. طلب ايه تاني هقول لكم؟ ثواني، المستشار مرتضى منصور طلب تعويض عن فترة غيابه لمدة سنة عن الزمالك، لازم تتعوض. طبعا مرتضى منصور مش هيطلب تعويض مادي، أكيد هيطلب تعويض أدبي، والتعويض الأدبي إنه يقعد سنة بس. بيقول لك طلباته إن هو هو رجع كرد اعتبار، ولكن هناك تعويض على إنه ظلم لمدة سنة. في طلب ثالث مش عارف كنت كتبته فين، هشوف لحضراتكم. طلب ان هو يشكل مرتضى منصور بنفسه، يشكل لجنة ثلاثية قضائية للاشراف على الانتخابات. طيب رد الوزير ايه؟ الوزير اولا رافض الاثنين الثلاثة، هنشوف مين اللي هيكسب بكرة. الوزير عايز الثلاثة ومعرفش ليه فرقة معاه في ايه اثنين من الثلاثة. الوزير هو اللي عايز اللجنة اللي يشكل اللجنة اللي تشرف على الانتخابات، ده الصدام الثاني اللي بينهم. الوزير بيقول لمرتضى منصور ما تدخلش الانتخابات. طب الاخيره دي انا فاهم ليه، الاخيره دي انا فاهم ليه، واضحه يعني. يعني اللي متابع الشأن عارف ان الوزير بيدعم لبيب وعايز لبيب ينجح في الانتخابات، يعني من الاخر عشان نخلص من الفيلم الواطي بتاعهم ده. مرتضى منصور قال له انا هترشح في الانتخابات بالقائمه اللي انا هختارها وبالقائمه اللي انا هرشحها. باختصار ال 48 ساعة، 48 ساعة خطيرين جدا، ان شاء نتمنى ان هي تخلص بكرة. فلذلك يعني التفاهات اللي هتتنشر هتلاقوها منتشرة على الفيسبوك والحاجات بعد ما تخلصوا، وتويتر واليوتيوب برضه، الحاجات دي تفاهات. جمهور بقرات الجريء وجمهور الزمالك المثقف يدخل على الوزير هبد، يدخل على الوزير هبد دلوقتي، التزم، اعرف مكانتك. احنا عندنا دلوقتي زيارة من مسؤولة في الفيفا، وعندنا حكم قضائي، وعندنا نادي بلا مجلس في هذه اللحظات، يعني النادي ما فيهوش حد بيديره الآن. فعايزين نضغط بكل قوة لتمكين مجلس مرتضى منصور ولتثبيت الشرعية، وبعد كده لما يحصل اللي في بالنا. مرتضى منصور عايز تعويض، يطلب تعويض بس بعد ما يمسك. وانا بأكد ان هو مش تعويض مادي عشان نفهم انه عايز الراجل عايز ترجع له السنة، يعني التعويض هو تعويض سنة، يعني استبعد سنة فمن حقه يرجع سنة، وده أمر طبيعي. لما قلت له من كام يوم بس قلت إيه، نرجع بس مرتضى ونقول كلام تاني. فرجاء كل شغلنا على الصفحات، اللايفات، أنا عارف طبعا معانا مجموعة بتعمل لايفات وبتعمل يوتيوبات موجودين معانا كل يوم، وفي ناس بتستنى بالليل بتطلع بعدين، وفي ناس بتستنى تاني الصبح. يكون هدفنا كلنا هدف واحد، مش ان انا اطلع اقول حاجات، لا، لازم اكون فاهم ان هذه المرحله مرحله حرجه. الوزير لما بيأجل الثلاث ليه؟ ليه ما يسلمش بكره؟ خصوصا الاداره مشيت ولمت عوازلها النهارده. ازاي نادي كبير زي الزمالك يعيش بلا اداره لمده 24 ساعه؟ المجلس ده لما يرجع ما فيهوش كلام انه يقعد يوم ويدعو الانتخابات، والوزير يحط لنا لجنه تاني، ما كل لجانه فاشله. يبقى من حق مرتضى ان ينقي ناس نظيفه تدير الانتخابات، واحنا على ثقه ان مرتضى مش عايز يزور الانتخابات، مش لعبته ومش طريقته، والا لو كان شاطر كان زور انتخابات مجلس الشعب. فاحنا واثقين في نزاهه مرتضى منصور ان لو جاب قضاه هيجيب قضاه محترمين، غير المناظر اللي احنا شفناها في اداره نادي الزمالك او اللي بنشوفها ملهاش اي دور، سواء انهم بيكتبوا تويتات او بيكتبوا بتاع. لا، احنا عايزين قضاه محترمين ما لهمش علاقه بنادي الزمالك، ما لهمش علاقه بالرياضه، جايين ينفذوا مسؤولية هي انتخابات نزيهة. الانتخابات دي تطلع لنا مجلس محترم متوافق مع بعضه يدير الزمالك في المرحلة الجاية. بالنسبة للمستشار مرتضى منصور،
المستشار مرتضى منصور، اكتبوا لي الله فوق الجميع بعد اذن حضراتكم، وارجو الاخوه اللي ما عندهمش اي معلومات صادقه ما يكتبهاش على التكست، ونرجو من المستشار مرتضى منصور، هو كمان انت راجع دلوقتي عندك ملفات قاسيه جدا. مين كان بيقول امبارح الزمالك محتاج تريلات من الديتول؟ دي حقيقه. الشخص الجميل المحترم اللي كتب امبارح، الزمالك محتاج تنظيف شهور، محتاج سنه فوق السنه عشان ننظفه من البلاوي اللي حصلت. استاذ محمد فاضل قال لنا اليوم اول حاجه لازم يعملوها هي انقاذ الزمالك من الكارثه بتاعت الفيفا. وفرصه عندنا اهي الاخت فاطمه نحاول معاها تريلات ميه نار. استاذ سوسو يعني الفرص مواتيه، ولكن انا اللي شايفه اهم في الفتره دي ان يكون في ذكر، مع احترامي للدكوره، اصل الدكوره مش شنبات، الدكوره مواقف، ذكر يدير نادي الزمالك، هذا هو الاهم، هذا هو الاهم. على كل حال ملف الزمالك هيطول، وهنقول شويه اسرار قبل نهايه البث. بس انا بدعو اساتذتنا في الاستوديو التحليلي الاستاذ جودات و دكتور سامح والاستاذ محمد فاضل انه يشرفونا على زوم الحين تشرفهم، بنقول لكم الموقف صعب جدا جدا جدا. المثل اللي انا قلته في بدايه البث خليه في بالكم، الزمالك في لسه طفل وليد، شويه هوا ممكن يضربوه. مستشار مرتضى منصور يعني مع احترامي وتقديري ليه ربما يكون راجع وعايز يخلص حسابات مع ناس برضو، عشان تفهموا المصير الهارب بكارتيرون. كارتيرون كان قال كتير انه هيمشي، انا اعتقد ان مرتضى منصور مش هيمشيه، ولكن ربما الراجل يمشي لوحده. لو حب مرتضى منصور يمشيه هم 300 ألف على الجزمة اللي هم البند الجديد اللي في العقد. في بعض الناس هتلاقيهم بيحاولوا ينشروا كلام حاليا ان الزمالك هيعيش في فوضى بعد عودة مرتضى منصور. انا بقول لهم اذا كنتوا انتوا شايفين ان عوده مرتضى منصور هتخلي الزمالك هيعيش فوضى، اعرفوا ان في قناه اسمها قناه الجري، وفي جمهور اسمه جمهور الزمالك العظيم مش هيسمعه لا المرتضى ولا لغيره انه يتلاعب في اقدار نادي الزمالك مره اخرى، لان احنا شربنا المرار طوال هذا العام. فلا تقلقوا يعني، للزمالك رجال شرفاء قادرون على ان يحموه من البلاوي كلها. على كل حال الزمالك منصور يا ولاد مرتضى منصور، اخد جزء قليل من الراحة وندخل اساتذتنا في الاستوديو التحليلي، وعلى ما ادخلوا اقول لكم بعض التفاصيل ان شاء الله للاخوة اللي بيستمروا معنا نهاية البث، وبننفرد ببعض الاخبار اليوم. دكتور سامح رضوان اهلا بيك. مساء الخير يا جرير، تحياتي ليك وكل اعضاء الجروب الجميل جروب جرير تي في والاستاذ محمد فاضل. اهلا بيك، نختفق بسرعة كده وفكرنا بلقائك بفاطمة صمورة. أيوة أنا فاطمة صمورة السكرتير العام للفيفا. إحنا كنا في مؤتمر في باريس كان منظم تبع دولة أفريقية، وفي عن طريق صديق أنا يعني قدمني ليها وعرفتها بنفسي يعني. المهم أنا اتكلمت معها إن أنا مصري عايش في أوروبا يعني، وكلمتها على مشكلة نادي الزمالك وتجميد المجلس واللي حصل في كل الفترة اللي فاتت دي. فقالت لي احنا سمعنا عندنا فكرة عن الموضوع دوت، وقلت لها طب الحل ايه؟ قالت لي الحل لازم يكون في شكوى متقدمة، في يعني لازم يجي لنا شكوى من نادي الزمالك ومن أعضاء مجلس الإدارة، ولو حبيته يعني، وكمان على موضوع الاتحاد الكوره والمشاكل الموجوده في الرياضه المصريه لازم على الاقل ناديين اتنين يقدموا شكوى بكل بقى المشاكل اللي هي بتصادفهم من تعنت بقى الاتحاد الكوره ولجنه الحكام يعني والشركات الراعيه، يعني كل ايه المشاكل اللي هي ايه بتصادفهم يعني. وكنت سالتها على اللي هو المهندس سنه بريده اللي كان العضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي،
فالمهم هي ابتسمت كده وما ردتش عليا يعني، يعني قالت لي يعني هي عايزه تقول لي من بعد بين الكلام يعني ان الموضوع ده راجل عنده اتصالات وبيقدر يمشي اموره يعني في الاتحاد الدولي، على راجل باله قديم وعنده اتصالات جامده مع ناس كتيره يعني، يعني بيقدر يمشي حاله يعني. لكن هي اللي قالت لي ان اي تحرك من الـ من الـ من الفيفا لازم يكون بناء على حاجه رسميه. انا كنت بعت لها ايميل شرحت لها كل الحاجات دي باللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه، قالت لي انا وصلني كل الحاجات ديت لكن احنا عايزين شكوى رسميه من مجلس اداره نادي الزمالك او شكوى من ناديين اتنين من مصر على اللي بيحصل في الدوري المصري يعني. وهي طبعا كل الادارات ديت او الناس اللي هي بتاعه الفيفا ديت يعني بيعملوا في الشفافيه لان بيبقوا مسؤولين عن شوف كم 100 اكثر من 140 دوله مشتركين معاهم في الفيفا، فطبعا بيبقى عليهم كنترول كبير جدا يعني. فده اللي حصل لما كنا في باريس يعني. طيب بتفسر ايه حضرتك ان هاني ابو ريده بره الزياره وبره الاجتماعات وبره اي حاجه؟ ده طبعا ملوش تفسير الا ان هاني ابو ريده هيكون بره المشهد تماما. ممكن يكون حاجه انا اعتقد يعني ان دوت هيكون من مصر يعني، يعني جات لهم تعليمات من مصر ان هو ما يجيش لان الفيفا مش هي اللي تقدر تبعت حاجه بالشكل ده يعني. يعني ممكن يكون في اتصالات حصلت سريه او حاجه بالدوله المصريه وقال لهم قالوا لهم يعني ان الراجل دوت يعني ما خلوش يجي او يتجنبوه شويه او يخرجوه من المشهد ده، انا اعتقد حاجه بالشكل ده يعني. لان طبعا ما فيش يعني احنا ما سمعناش ان في شكاوي رسميه غير الحاجات اللي احنا كنا بنبعتها الايميلات والتوضيحات اللي احنا كنا بنبعتها والاستاذ محمد فاضل وكده على اللي بيحصل في استاذ تريز. عملت كم المصريه يعني. كم من الاتصالات والايميلات استاذ تريز؟ ايوه احنا بعت لكن انا اعتقد ان ديت حاجه من الدوله المصريه يعني. بقول لك دكتور سامع، بقولك الاستاذه تريز جرجس بعتت كم من الايميلات والاتصالات؟ ما ننساش دورها الكبير في هذا. طبعا 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 احنا ما ننساش طبعا الاستاذه تريز الاستاذه المحترمه بعتت يعني ايميلات كتيره جدا للفيفا، وطبعا ده لا كلنا بنمثل قناه الجريء وهي اللي عملت دور كبير جدا في توصيل المعلومه وتوصيل الشكاوي للفيفا. لكن طبعا احنا بنعتبر كجهه اعلاميه ومشجعين لنادي الزمالك لكن ما عندناش صفه رسميه كمجلس اداره او اعضاء جمعيه عموميه بحيث يقدروا يقبلوا الشكوى بتاعتنا ويتم التحقيق فيها بصفه رسميه. لكن طبعا كلنا كنا بذلنا المجهود وكنا ايد واحده عشان ننقذ نادي الزمالك والرياضه المصريه. ان شاء الله ان شاء الله خير، الله خير لنادي الزمالك وللرياضه المصريه. استاذ محمد فاضل اهلا بيك. اهلا وسهلا مره ثانيه بيك. منور يا استاذ محمد. بموضوع التسلم الاثنين او الثلاثه، في بعض الناس بتقول مرتضى هيستلم بكره، ده كلام مش مظبوط. هو التفاصيل زي ما قلت لكم، مرتضى عايز يرجع بكره والوزير عايز يرجعه الثلاث والقرار للوزير. يعني عشان نفهم، انا من الناس اللي بتفنكش في الفنكوش ويقول لك مرتضى راجع بكره وما يعرفوش تفاصيل ما تم في الاجتماع اللي احنا انفردنا بيه منذ قليل. فتفتكر الوزير عايز يخليها ثلاث ليه؟ والله الواحد بقى بيشك في اي حاجه يفكر فيها الوزير ده يعني. يعني اكيد في هدف. ايه هو؟ الله اعلم يعني، انا ما اقدرش افتي في حاجه ما عنديش معلومه عنها يعني. بس الواحد بيخاف يكون في حاجه في دماغهم. يوم 23 ده اخر يوم لمجلس الاداره، وزي حضرتك ما قلت وزي ما هو واضح دلوقتي من كلامك ان مش هيرجع مجلس الاداره، ان هيرجع مرتضى منصور لوحده مع لجنه معينه او مع نسيت اقول لكم خبر مهم، انا اسف يا استاذ محمد، ان مرتضى منصور دعا اعضاء مجلس الاداره لاجتماع عاجل غدا الاثنين.
كويس ان حضرتك فكرتني. بس ما تعرفش في النادي ولا فين؟ هو مرتضى منصور بلغ اعضاء مجلس الاداره الاجتماع عاجل غدا. فين وازاي وايه التفاصيل دي؟ لسه التفاصيل مش معانا، ودي برضو بننفرد بيها في قناه الجريده. فيرجع هو ومجلسه او يرجع هو ولجنه، دي برضو لسه الكلام مش واضح. لا بس هو لو فعلا هيعمل اجتماع مع مجلس الاداره دي خطوه كويسه. ويا ريت يكون انت حضرتك قلت الشروط اللي بيشروطها على الوزير ما فيهاش اعضاء مجلس ادارته. انا كان نفسي يشترط انه يرجع بجميع اعضاء مجلس الاداره. هي عشان الكلام بتاع اللجنه، اللجنه اللي بتدير الانتخابات مين اللي يعينها؟ اصل هتبقى في لجنه قضائيه انت عارف، لان شكلنا كده رايحين للائحه الاسترشاديه. معاك الوزير اللي يعينها ولا مرتضى؟ ده وجه ما هي بعد قرار المحكمه اللي صدر النهارده، حكم المحكمه بمعنى صح، لازم يعتمدوا على اللائحه الاسترشاديه، مش هيعتمدوا على اللائحه اللي اتلغت واللي اقر القضاء النهارده انها ملغيه. الفكره هنا بقى لما المحكمه وافقت على قرار من لجنة التسوية والتحكيم، هنا الخوف بقى يا جريء. هل لو ترشح المستشار مع القائمة بتاعته في الانتخابات، هل هيمشي كلام وقرار لجنة التسوية والتحكيم دي، ولا ممكن دي بقى يفتن فيها المستشار الأسواني، ولا دي حكم المحكمة بإلغاء قرار لجنة التسوية والتحكيم ممكن يكون في إيد المستشار وينشره على اللجنة الأولمبية؟ أعتقد حكم المحكمة أقوى من حكم لجنة التسوية والتحكيم. يعني أعتقد إن المستشار ممكن يكون موقفه أفضل من موقف الأستاذ مجاهد اللي كان في سموحة، لأن كان هناك مشكلة تانية. انما هنا ما المستشار هو واخد حكم اساسي من المحكمه بعدم الاعتراف بقرار لجنه التسويه والتحكيم. اعتقد المفروض ياخد معاه الحكم ده ويكون جاهز له لاي لعبه قذره مثلا من اللجنه الاولمبيه، واعتقد حكم المحكمه يغطي على قرار لجنه التسويه والتحكيم، ودي لازم يستغلها بسرعه يعني. انما كل الموضوع كله الثلاث من الاثنين اعتقد فيها سر، وهنشوفه ونعرفه في الايام اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نرحب بالاعلامي الكبير استاذ جودت عودة. اهلا بك استاذ جودت. اهلا بك اخي الجريء وبالاستاذ محمد فاضل والدكتور سامح، واسعد الله مساءكم، ومره ثانيه الف مبروك. الله يبارك فيك. قبل ان اعطيك الكلمه ونسمع اراء حضرتك في معهد داخل الزمالك، خليني اقول خبرين سرعة للناس الغاليين الموجودين معنا. اول حاجه، كان في ازمه في معسكر الزمالك اليوم بعد ان علم كارتيرون بان مرتضى منصور راجع، وهذه الازمه عملت مشكله عند كارتيرون، واحنا عارفين ان كارتيرون مرعوب من عوده مرتضى منصور. فاحد الشخصيات المسؤوله، مش هقول اسمه، راح لكارتيرون وعمل اجتماع معاه وقال له ما تقلقش مرتضى مش جاي يصفي حسابات معاك، اهدأ وركز في المباراه. انت برضه استاذ جودت ممكن توضح لنا اكتر، هل كارتيرون هيبقى مركز في المباراه ولا هيبقى مركز في مرتضى منصور؟ ده الشيء الاول. الشيء الاخر، هناك انباء ساره جدا جدا لجماهير الزمالك خلال ساعات قليله، ربما تصل الى 4-5-6 ايام، حول التجديد للاعب كلكم بتحبوه، مش هقول اسمه علشان محدش يسرق الخبر، ولكن ممكن في اخر البث نقول اسمه، ولكن خلاص انتهت المشكلة وتم العقود، فاضل العقود يتم التوقيع عليها. خبر سعيد جدا 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 وصل في هذه اللحظة، أقول لكم الاسم إن شاء الله قبل ختام البث. أستاذ جودة عودة لك الميكروفون. مرة ثانية السلام عليكم، واسمح لي أبدأ معك واحدة واحدة وحبة حبة. واحدة واحدة يا ملوان. أنا في خلال انتظاري لفتح الزوم طبعا خسرت كثير من الكلام بتاع الدكتور سامح رضوان، وشوية برضو من أخي الفاضل محمد فاضل، فيعني فاتني بعض الأشياء اللي ممكن أعلق عليها. لكن خليني أرجع معك شوية للبث اللي كان في بالنهار النهاردة على موضوع عودة المستشار،
وانت كان في عندك تساؤل، وانا حابب دلوقتي يمكن معانا ناس اكتر من اللي كانوا موجودين ارد على تساؤلك، انه قناه الجريء يعني ما دام يعني عمليه عوده المستشار مرتضى منصور الى مكانه تمت وان شاء الله ستتم على اكمل وجه، فبذلك نكون نحن يعني قد قمنا بواجبنا الاعلامي الكبير في هذا الموضوع. وهل نفكر في انه يعني نتوقف عن البث ام نواصل؟ فانا كان ردي ليك يعني بوضوح انه طبعا لا، ويعني انا سازيد كلمتين شويه على الموضوع ده. قناه الجريء بنيت علشان عده اهداف ومشاريع، يعني الاهداف دي ما عمرها ما تنتهيش، ومش لما هدف واحد معين تم تحقيقه معناه احنا انتهت مهمتنا، لا، لانه مهمتنا متواصله على طول، وهناك الكثير من العمل المتواصل طالما الرياضه في دمنا والزمالك في دمنا والالعاب في دمنا والمتابعه في دمنا، وطالما نحن موجودين فالمفروض القناه تفضل موجوده وتؤدي دورها كما يجب في كل الأحوال، حتى لو الحال مستقر وما شاء الله عليه. وبهذه الحال أيضا ممكن يكون لدينا الكثير من الانتقادات، الكثير من التساؤلات، الكثير من التوجيهات، مش كل شيء يعني حسب ما طبعا قال المثل أنه خلاف الرأي لا يفسد الود قضية، مش معناه أنه عودة المستشار يعني ويقود السفينة من جديد أنه قد لا يقع في أخطاء، فإحنا موجودين علشان نصحح الأخطاء، مش بس بالنسبة للزمالك والمستشار، بالنسبة لكل منظومة الرياضة في مصر، وخاصة كرة القدم، وخاصة الدوري الفاشل اللي من 40-50 سنة متحيز بصورة واضحة وضد الزمالك على طول. في نقطة مهمة أنا برضو عايز أستوضح سيادتك فيها، يعني إحنا بنعلق بنقول على اجتماع المستشار النهاردة مع الوزير علشان يرتبوا موضوع العودة، لكن إحنا من ناحية ثانية ناسيين أو نتناسى أو مش عارف إيه، متجاهلين موضوع الطعم، المحكمة اللي تقدم فيها سيادة المستشار، وأعتقد أنه قرار المحكمة هو سيكون فوق قرار الوزير مهما اتفق الاثنين. تقصد بتاع اللائحة؟ جدا مهم. نعم، تقصد طعن بتاع اللائحة ولا أي طعن؟ الطعن بتاع، لا مش بتاع اللائحة، الطعن بتاعه على عدم تنفيذ الوزير القرار بعودة المستشار حسب قرار المحكمة دون شروط مسبقة. المحكمة لم تقدم أي شروط لعودة المستشار، والمفروض الوزير ينفذ القرار بحذافيره بدون أي شروط من عنده. لكن أنا من البث اللي كان في ساعات بعد الظهر والبث اللي حضرتك قلته، أنا عندي بعض التساؤلات، أنا مش قادر أفهم هل سيعود المستشار غدا أم لسه نحن معلقين بقرار جديد من الوزير. أنا لازم أتأكد من الموضوع ده. معلقين بقرار جديد من الوزير، و90% المستشار يعود يوم الثلاثاء، والاتفاق على إيه؟ هل سيعود يوم واحد؟ لا لا لا، هل سيطالب باستكمال الفترة؟ هل سيجلس شهرين؟ الكلام اليوم كان مرتضى عايز ياخد السنة، عشان برضو نقول بوضوح انه يعوض في السنة، والوزير بيقول له شهرين كفاية. اما القرار فهو فيه هيصدر قرار من وزارة الشباب والرياضة اسمه خارطة الطريق في الزمالك، وخارطة الطريق في الزمالك هيكون فيها 1-2-3 ما سيتم تنفيذه بناء على الاتفاق اللي تم بينهم اليوم. وهل هل خارطة الطريق اللي تم او سيتم تنفيذها موافق عليها السيد المستشار؟ اكيد. هل سيقول له انت ستكون لمده شهرين مثلا وخلاص، او لو وافق على يوم ده؟ او لو وافق على يوم ده مرتضى منصور هو اللي هيوافق. اذا احنا هنفرح مسبقا ليه؟ لا، ما انا هنفرح مسبقا لانتصار الحق طبعا، ده قبل اي حاجه، ولكن هو مرتضى منصور له طلبات والوزير له طلبات، وهيوصلوا لإيه ده اللي لازم نعرفه في خلال الساعات القادمة. لكن الجلسة ما في الجلسة النهاردة ما تمش كل الاتفاق على كل النقاط اللي مختلف عليها؟ أكيد تم، وأكيد هيعودوا تاني بكرة.
أنا برضو لسه ما زلت عند رأيي بأنه قرار المحكمة في طعون المستشار ضد الوزير الذي لم ينفذ الأوامر، لم ينفذ القرارات، هي الفاصلة وهي التي ستحسم الموضوع. أيوة لا بس وزير المستشار مرتضى ما راحش ينفذ القصة اللي احنا كنا هيجيب فيها لو تفتكروا، عملنا يعني اتكلمنا فيها واستفضنا. مرتضى ما راحش ينفذ، ما خدش الحكم وراح للوزير وقال له نفذ. يعني انا صحيح، لكن تقدم بطعن عاجل للمحكمة علشان لا لا، ما كانش طعن عاجل. مرتضى منصور قدم طعن على اللائحة ده التي رفضت اليوم، انما لم يقدم طعن لاستعجال التنفيذ. رفض طعن المستشار مرتضى منصور بتاع اللائحة، المستشار فمعناه مرتضى ايه؟ بطلب انه عايز يرجع للائحة بتاعت 2018 تقريبا. طب لائحة ده اللي هو بيعني لنا ايه؟ انه لائحة الوزير هي اللي هتمشي؟ برافو عليك، ودي اللي فايدة نادي الزمالك؟ اللي فايدة المستشار؟ لا اذا معنى ايه عودة المستشار بلائحة الوزير؟ معناه ان المستشار هو اللي يقود الانتخابات، ان ما بقاش فيه تزوير في الانتخابات. معناه ان نديله فرصة مدة ما لإصلاح ما أفسده لجنة لبيب. معناه ان ممكن في بعد عودته ان شاء الله، ان ممكن بالطرق القانونية انه يضغط انه يستعيد السنة بتاعته. بس ده اللي ممكن يصلح الموضوع، يطلب يستعيد السنه او يعوضوا له السنه. طبعا كان في كلام على قلته على موضوع التعويض، اي ماده ما هو اصلا يعني لا مش تعويض مادي، هو عايز تعويض سنه. رئاسه نادي الزمالك طبعا من غير ماده، وهي يعني هو شرف ويقوم بعمل كزملكاوي طبعا. لا احنا عايزين التعويض لسنه، السنه اللي راحت. هو ده فعلا، هو طلب التعويض لمده سنه وقال انا تبعتوني سنه بالظلم ارجع المفروض سنه. اللي يحصل ده المفروض، ولكن ده المفروض اللي يحصل. الوزير طبعا انت عارف ان هو كان بيشتغل حاوي قبل كده، فبيطلع مره قرد، بيطلع مره تعبان، بيطلع مره حاجه كده يعني. لا انا اذا مش مطمئن لغايه دلوقتي، يعني لغايه ما اشوف المستشار في مكانه وله كامل الصلاحيات على انه يقود السفينه من غير اي شروط. ان شاء الله. ده عشان انا مش كده، مطمئن. عشان كده انا بقول لجمهور الزمالك، قلتها كذا مره في البث وبعد اكررها، اضغطوا بكل شده في الصفحات والجروبات والتويترات وكل حاجه على الوزير. هذه لحظه تاريخيه ان احنا نقدر نضغط على الوزير وان احنا ناخد اكبر مكاسب لمصلحه نادي الزمالك، مش لمصلحه مرتضى منصور، لمصلحه نادي الزمالك. بس حسب ما علمنا ان مرتضى منصور ضاغط قوي 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 وصوته عالي والدنيا كانت مولعه النهارده، فاعتقد ان شاء الله ممكن انه برضه يحقق الكثير من المكاسب ان شاء الله رب العالمين. ان ان شاء شاء الله الله. رب العالمين، فيما لو لا فيروح برضه طعم ضد الوزير، لانه ما زال بهذه التصرفات يتحكم في مصير نادي الزمالك، اكيد وده مرفوض رفضا باتا. اكيد. انا بقول لك ان من ضمن الحوارات اللي كانت بينهم اليوم ان الوزير قال له ما تترشحش، مرتضى قال له هترشح، قال له لا ما تترشحش، ترجع وما تترشحش. مرتضى قال له ما حدش في الدنيا يقدر يمنعني من الترشح، قال له انا بهددك ممكن في حاجات تمنعك، يعني انا مضطر ان انا احكي بعض الاسرار لان بقى معانا يعني مجموعه من الزملكاويه، هددوا ب ان ممكن يتمنع عن طريق حاجات تانية، ومرتضى مصر. عشان كده انا قلت لكم بدل المره 20,000 مره، مستشار مرتضى لما يكون بيقول موضوع يخص اسرتي ده كلام ما يدخلش عقل طفل صغير، بس هو كان بيهدي الاجواء لأن مرتضى القرار من رأسه، مش من قرار من رأس أسرته ولا من أي حد. على كل حال أكيد. طمنونا، طمنونا على الصوت بكتابة الله فوق الجميع. أعتقد إن إحنا ممكن بكرة أستاذ جودة نعمل بث عاجل ويكون لدينا المزيد من الأخبار والأسرار. هو بعد البث التاني بصراحة أنا تعبت جدا والله، ما كنتش قادر أطلع، ولذلك لم أستطع إن أنا أقدر أعمل تليفونات بصناع القرار. حتى في أحد الأصدقاء الكبار جدا في وزارة الشباب بعت حاجات على الواتساب مش قادر ابص عليها يعني. فان شاء الله ممكن بكره نجمع المزيد من التفاصيل ونقولها. انا طلعت بس عشان اطمن جمهور الزمالك ان هناك خير في الطريق يعني. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. خلينا نسمع الاستاذ محمد فاضل ما رايه او تصوراته للمرحلة الجاية. لا بس قبل كل شيء يعني
مدام حضرتك مش فاضي يعني ما لحقتش تبص على الواتساب، ابعتوا لي انا ابص عليه يعني. يا باشا الواتساب وصاحب الواتساب كله معاك. لا والله انا شايف ان الموضوع برضو ما نفرحش قوي، لازم نستنى لغايه زي ما بيقول لك ايه لما يحصل، وإذا مش بيقول لك دايما على اللاعبين وبتاع ما تضمنش الا لما يوقع، انا برضو هنا ما تضمنش الا لما نلاقي اجتماع من داخل مجلس اداره نادي الزمالك. هو مستشار مرتضى دعا مع اعضاء بالظبط مجلس الاداره لاجتماع اجل غدا بس. على ما اعتقد يعني ممكن يكون بره النادي. ويطلع بقى يعمل فيديو من داخل مكتبه، هنا بقى ممكن يطمئن قلبنا ونتأكد إن كل شيء ماشي. إنما طول ما في شد وجذب وده له شروط وده له شروط، اللعبة لسه مش من حقنا نفرح دلوقتي يعني. بعد الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي لسه بدري على الفرحة يعني، ولازم الفرحة تكون نهائية، احنا مش عايزين فرحة بعديها زعل، احنا لا إن عايزين شاء الله. فرحة نهائية. فرحة نهائية هو لما يخلصوا الاتفاقيات اللي بينهم. وانا والله العظيم عجبني كلمتين قالهم قريتهم لكابتن تامر عبد الحميد دونجا، لو فعلا تقراهم تحس ان هو ده فعلا الخوف. قول يقول لك ايه اللي بيحصل للزمالك، يا ترى بيتفقوا على ايه من ورانا، يا ترى مخبيين ايه للزمالك. والله العظيم ده كلام حكم وكلام مظبوط. يا ترى بيدبروا ايه للزمالك، ويا ترى مخبيين ايه للزمالك، ويا ترى بيتفقوا على ايه من ورانا يخش الزمالك. فعلا والله عجبتني قوي 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 التويته دي بتاعته، و معرفش يعني دخلت الشك في قلب الواحد يعني، لان فعلا لا احنا عارفين هم قاعدين بيتفقوا على ايه، وهل الاتفاق ده لصالح الزمالك، وهل الاتفاق ده لمصالحهم، ولا هل الاتفاق ده لتدمير الزمالك. الله اعلم، والايام بيننا. والأيام بيننا. نروح لأستاذنا الدكتور سامح رضوان. منور يا دكتور. ايوه جريم، أهلا. هو اللي انا شايفه يعني ان الواحد يتفائل، هو طبعا الفرحه يعني لسه ما كملتش بنسبه 100%، لكن فيها بوادر خير. اول بوادر الخير دي اللي انا شايفها اللي هي استقاله لجنه حسين لبيب، يعني معنى كده ان اللجنه دي خلاص مشيت. عمليه تاجيل استلام المستشار للنادي من الاثنين للثلاث، يعني انا مش شايف لها اي معنى يعني، الا يعني تعنت من الوزير. مش فاهم يعني الفرق ايه من بكره ومن بعد بكره يعني، لان كده ولا كده هو عايز هيستلم النادي. المجموعه اللي حضرتك قلت عليها اللي هم اللي استقالوا من اداره النادي والمستشار الاعلامي دوت، برضه دي كلها بوادر ان في هيحصل تغيير، والتغيير هيكون كويس لصالح المستشار يعني. فاحنا نتفائل ان شاء الله المستشار هيجي. بس الحاجه اللي انا قلقتني الكلام ان اللي هو الشد والجذب، ان الوزير يقول له انت ما تترشحش، يقول لا انا هترشح، لا احنا بنقول لك ما ترشحش. لا طبعا ده كلام برضه محتاج تفسير يعني. يعني ليه الوزير بيقول له ما ترشحش؟ هل عنده تعليمات بنفس الكلام دوت؟ يعني طب ما ترشحش ليه؟ يعني ايه اللي ما ايه اللي يمنعه؟ لا عنده حكم ولا عنده قضيه ولا عنده اي حاجه يعني. يعني ايه اللي يعني اجبار او بالعافيه او تعنت او تعليمات او ايه؟ طبعا دي هي ديت اللي تثير التساؤل يعني. لكن احنا هننتظر بكره اذا كان حصل اجتماع مع هو دعا لاجتماع مجلس الاداره مع المجلس بتاعه، يعني دي خطوه كويسه ان هم بيستعدوا مثلا للذهاب للنادي على حسب الاتفاق اللي هيحصل. وهننتظر ان شاء الله برضه ان يوم الثلاث يحصل المراد يعني، ويروح يستلم النادي، وان شاء الله
يعمل بقى اللي احنا طلبناه منه، والزمالك يمشي على الخط الصحيح ويشوف بقى يمسك النادي الاول، وبعد كده ربنا يحلها بقى، يدعي الانتخابات او يعمل طلب تاني، يعمل ضغط، ياخد السنه بتاعته اللي هي كانت السنه اللي خرج اتجند فيها مجلس الاداره، ياخد تعويض يعني، يحكي رئاسه مجلس اداره نادي الزمالك لمده سنه. فدي طبعا هتبقى فرصه كويسه للنادي ان هو يعني يظبط حاله قبل ما تنتهي المده يعني. دكتور سامح، عايز احكي لك واقع، عايز احكي لك واقع وتقول لي رايك، وبعدين اسمع اراء الاساتذه معانا. كلنا تابعنا طبعا الخبر بتاع الاستاذ وليد الفيل المرشح نائب رئيس في انتخابات النادي الاهلي، رفع قضيه كسبها رجع. تابعنا الخبر مع بعض على مدار يومين. مجلس اداره النادي الاهلي وافق على رجوعه. فوجئنا اليوم ان وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه بيطعنوا في الحكم، بيستشكلوا في الحكم. يعني الاهلي وافق ان يرجع وليد الفيل، والوزاره واللجنه الاولمبيه بتستشكل. فاهم حاجه؟ لا طبعا، ده كلام غريب جدا يعني. فاهم يعني ولا فاهم؟ يعني علاقه الوزاره واللجنه الاولمبيه بالاستشكال ده يعني واحد عايزين الخطيب، عايزين لا 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 ترشح وراح جاب حكم من المحكمه. انا عيد تاني عشان في معنى انا عايز اوصله. هو من حق الوزاره واللجنه الاولمبيه انهم يستشكلوا، لانه هو لما بيرفع القضيه بياخدهم طرفين عشان ينفذ. بس لما النادي الاهلي يوافق على التنفيذ والوزاره واللجنه الاولمبيه تستشكل وتعطل، مش شامم ريحه حاجه؟ يا جاري لو سمحت اتفضل. الناس دي واحد بيضرب واحد بيلاقي، ماشي، بس احنا يعني لازم بس نفهم الناس دي في ريحه يعني حاجه. التاني الباشا التاني التعبان يعمل لك نفسه انا اهو موافق على احكام القضاء، ومن تحت لتحت بقيه العصابه يطلعوا بقرار جديد. ايه دخل اللجنه الاولمبيه بالموضوع اللي حصل؟ هو اللجنه الاولمبيه طرف، لانه هو بيوافق على المرشحين، هو طرف اساسي. وفي الاول هو ليه ما رفضهوش من الاول؟ لان رفضه المستشار ولا مش عارف القانوني بتاع النادي. هو ليه من الاول اللجنه الاولمبيه ما رفضتهوش؟ طيب وكانت الموضوع يبقى قضيه مع اللجنه الاولمبيه. لا يا طب انا هقول هوضح اكتر ان انا عايز اقوله. اصلا ما بيهمنيش النادي الاهلي كله يعني، بس عايز في حاجه كده انا شممها، مش عارف انت شممها ولا لا. اذا مع الاستشكال ده اللجنه الاولمبيه استبعدته واقيمت الانتخابات والراجل واخد حكم قضائي وذهب الى القضاء الاعلى وخد حكم تاني، معناه ان انتخابات النادي الاهلي هتكون باطله، مش كده ولا ايه؟ 100%. هل ده معناه ان وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه ليهم معنى من الاثنين بصراحه؟ هل هم بيخربوا في الرياضه المصريه، او في حاجه كده داخله على النادي الاهلي ان النادي الاهلي يقع في مشاكل رهيبه؟ ولا هيقع ولا حاجه، وهفكرك. والله انا بقى كله انا يعني كله انا اصلي الفساد يعني. انا شامم ريحه مش كويسه والله. انا طب مش شامم حاجه. طب نسمع اراء حضراتكم واحد واحد. نسمع الاستاذ جودت. والله انا رايي انه حرام الساعات هو اللي شغال في الموضوع، هو اللي بيدفع اللجنه الاولمبيه واي طرف اخر علشان يستغلوا ان هم موجودين كطرف. هو بيلعب اللعبه من تحت الترابيزه، وطبعا عايز يستفرد في الرئاسه. ايوه بس هي هتبقى الانتخابات بتاعته باطله، ده الراجل واخد حكم قضاء اداري مستعجل بانه يرجع الانتخابات غصب عنه. ده لو لجا للقضاء الاعلى في حال انه اللجنه الاولمبيه حصلت على اوكي بابعاد الاستاذ وليد من الانتخابات. ما انا مش موضوع محتاج مخ اكبر مننا بصراحه. طب نسمع دكتور سامح رضوان. هو طبعا جريئه دي اكيد لعبه من اكيد من الخطيب علشان يعني يبعد المرشح اللي هو من الفيل دوت.
لكن الحاجة الغريبة جدا يعني عايز يتدخل ايه اللي يبعده عشان ايه يعني ايه وهيعمل له ايه يعني اذا كان هو اصلا مش داخل قصاده في انتخابات الرئاسة يعني. لكن يدخل معاه اللجنة الأولمبية ويدخل وزارة الشباب والرياضة في الخصام ده حاجة غريبة جدا يعني. لكن دي فيها سر يعني. لكن هو الخطيب هو اللي ورا العمل ده أنا متأكد يعني. والله مش عارف ليه احساسي ان في توجه لطابوز انتخابات النادي الاهلي، باحساسي معرفش. يا ريت على الله نتمنى يعني. يا ريت احساسك يبقى مظبوط. طيب هو عموما اعتقد ان منين الوزير هيوافق على رجوع مرتضى عشان في حكم قضائي، ومنين هيرفض حكم قضائي تاني. الناس دي ماشيه الشيء وعكسه اه، يعني. بس هو الناس دي الان من لو مرتضى انه يبقى في انتخابات ومرتضى يبهدل الدنيا بعدين، هم عارفين ان مرتضى ما بيبطلش اواضي. وهل الراجل برضو اللي ما هيستبعدوه ده هيسكت؟ هنا دي النقطة بقى. يا ريت ان هو بعد كده لو اتعملت انتخابات من غيره يطعن ويرجع للمحكمة تاني ويروح القضاء هيئة القضاء الأعلى ويطلع قرار نهائي ان ما حدش يقدر، وترجع تتعادل الانتخابات وخليهم بقى يدخلوا في شوية دوامات زينا يعني. صحيح. يعني اشمعنى عن الزمالك يعني اللي دخلوه في دوامات؟ يا ريت والله انا يعني اتمنى ان هم يمنعوا دخوله ويرجع بقى هو يعمل عليهم قضايا ونتفرج عليهم شويه يعني. هو الزمالك هو فرجه العالم لوحده يعني، نتفرج احنا كمان يعني. يا ريت يمنعوه والله، يا ريت يمنعوه ونتفرج على المشاكل، ونتفرج لما يكون عنده مشاكل هيقدر يكسب ازاي. اللي احنا عندنا لعيبتنا بيكسبونا رغم المشاكل دي كلها. انما انا كنت عايز اقول نقطه بسيطه في موضوع خوفي برضو زي الدكتور سامح ما قال، نقطه ان المستشار الوزير بيقول للمستشار ما تدخلش الانتخابات. دي معناها كبير يا جريم، دي معناها ان في لعبه لمنعه من دخول الانتخابات، أكيد. وهو بيقول له ما تدخلش الانتخابات عشان تيجي منك بدل ما تيجي من غصب عنك. فواضح ان في لعبه بيدبروها. ده كلام مظبوط. زائد نقطة تانية، أنا ليه مش عارف ليه المستشار دايماً بيكشف أوراقه بدري يعني؟ ليه تطلب إن أنت تاخد السنة بتاعتك قبل ما تدخل وتقعد على الكرسي؟ طب ما تدخل الأول وأقعد على الكرسي وبعد أعمل اللي المحكمة عندك. ليه بيكشف أوراقه مع أعدائه بسهولة كده؟ يعني مين قال إن هو يشترط ان انا اخد السنه بتاعتي؟ ما تفرقش يعني، ما تبينش اوراقك كلها، اوراقك تبان على الترابيزه بعد كده يا سياده المستشار. ادخل حط رجلك واقعد على الكرسي، بعد يومين ارفع قضيه، ولا تاخد راي وزير ولا تاخد راي اي حد. خدي يعني داري شويه على تحركاتك يعني. ما يصحش ان احنا نقول لك الكلام. مظبوط. استاذ ازاي جلال تكشف يوسف، اوراقك كده؟ استاذ جلال يوسف بيسال، هو المستشار مرتضى ليه عضو في النادي الاهلي؟ اعتقد استاذ جلال حضرتك تتوجه بالسؤال ده للمستشار مرتضى منصور مش لينا، لان هو عضو في النادي الاهلي، ده موضوع يخصه مش يخصنا. طيب اقول لكم خبر اخير ثم ننهي البث الجميل يا اجمل زملكاويه في الكون. النهارده رابطه الانديه ارسلت انذار الى نادي الزمالك انه انتهت مهله الاسبوعين بتاعة تسديد ال100,000 جنيه غرامات مباراة القمة في حالة عدم التسديد خلال المهلة. معرفش ماتش القمة كان ايه، المهم عندهم مهلة اسبوعين، ستغلص العقوبة ل200,000، وفي حال عدم تسديد هينقلوا ماتشين للزمالك خارج ملعبه. عندي تساؤلين يعني، هو مين في الزمالك اللي هيسدد دلوقتي؟ الزمالك بلا إدارة. والسؤال الثاني، هو الزمالك من امتى بيلعب في ملعبه عشان هتنقل له ماتشين خارج ملعبه؟ بيهددوه على ايه يعني؟ هنلعب في منطقة على ايه؟ يعني خلينا كلام فارغ، كلام فارغ ملوش لازمه. خليني اسمع اراء حضراتكم وننهي بها هذا البث الجميل. نبدا بالدكتور سامح رضوان، اتفضل يا دكتور. طبعا اللجنه دي ما انا شايفها دي لجنه مالهاش اي قيمه، لجنه الانديه دي.
يعني مين هيسدد فعلا الوقت الفلوس اذا كان ما فيش حد في الاداره الماليه ولا الاداره في الوقت الحالي؟ اللي عايزين ينقلوا بره مباراتين ينقلوها السويس ولا ينقلوها اسماعيليه ولا ينقلوها، فدي حر، هم حرين يعني، لان الزمالك اصلا ما بيلعبش عمره في ملعبه، يقول له ملعبك من استاد القاهره، بعد كده يدور على ملعب في بيتر سبورت ولا الدفاع الجوي ولا سيد برج العرب. فيعني انا شايف ان دي حاجه ملهاش اي قيمه يعني، لجنه الانديه دي. والله هي اللي بتتحكم في كل حاجه دلوقتي يا دكتور، ده ممكن تهبط فريق للاسف. الله اعلم، الله اعلم. الاعلامي الكبير استاذ جوده عوده، اخي الجليل المحترم، ما اقيم على باطل فهو باطل. لجنه الانديه دي ما اعرفش اتولدت ازاي، واللي انا اعرفه في عالم كره القدم، واكيد الاستاذ محمد فاضل ممكن يفيدنا، والدكتور سامح برضه ممكن يفيدنا برضه معلوماتهم، انه لجان الانديه او لجان الدوري تقام وتنظم في دوريات محترفه، والدوري المصري غير محترف لغايه الان، ولا نظام من أنظمة الاحتراف موجودة فيه، فاللجنة باطلة أصلا بوجودها، ولا معنى لكل قرار. تمام أستاذ جلال، أنا أشكرك جزيل الشكر. أستاذ محمد فاضل، أنا كمان أضيف على الأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ جودة نقطة تانية كمان مهمة، إزاي اتحاد مجاهد يعمل لجنة أندية محترفة في الوقت اللي بتحصل فيها انتخابات؟ يعني رؤساء الانديه ومجالس ادارات الانديه هتتغير في خلال ايام. طب انا ممكن بقى مجالس الادارات دي يلغوا مندوبين بتوع الانديه دي ويعينوا رابطه جديده. انت ايه اللي سرعك عشان تعمل حاجه زي كده؟ يعني انت كل حاجه اوكي في الكره المصريه، ما كانش ناقص غير رابطه الانديه المحترفه دي بتتعمل قبل الانتخابات بشهر ولا حاجه. ما الانديه كلها غالبا هيتغير اغلب رؤساء ومجالس ادارتها، مجلس سموحه اتغير، مجلس اسماعيل اتغير، وهكذا. باي حق هو كان ايه؟ بعتذر، انتهى الزوم. معلش استاذ محمد فضل كان ليه مداخله، ممكن يدخل على زوم مرة أخرى. أهلا بيه وأهلا بأي حد عايز يضيف معلومة جديدة عبر زوم. أعتذر عن انقطاع الصوت. يا أجمل ناس في الكون. على كل حال، لو في حد عنده سؤال كمان يكتبه لنا على التكست عشان نرد عليه. بشكر الإعلامي الكبير الأستاذ جودة عودة على مداخلاته الثرية، بشكر الدكتور سامح رضوان على توضيحاته الجميلة. أستاذ محمد، نعتذر عن انقطاع الصوت. أنا آسف قطع الزوم، بس فهو الفكرة كلها إن إحنا الموضوع كله لجنة الأندية دي بصراحة ملهاش أي قيمة. زائد نقطة معينة تانية، هو مين قال إن الغرامات اللي على الأندية لها مدة محددة؟ هل هم عملوا لائحة بالموضوع ده؟ وهل لما عملوا لائحة، اللائحة مش أي لائحة لازم يوافق عليها أعضاء الجمعية العمومية؟ هل الأندية اجتمعت أعضاء الجمعية العمومية بتاعتها ووافقت على أي لائحة؟ أمال ميسس سامورة جاية تعمل إيه؟ ما ميسس سامورة جاية عشان تصدق على اللائحة اللي لسه ما تصدقش عليها لغاية دلوقتي، وما اعترفش بيها الفيفا لسه لغاية دلوقتي. فهم على أي أساس حددوا مدة نهاية الدفع؟ زائد ما ممكن إدارة الزمالك تقول لهم اقسموا اللي عندكم، هو مش لهم مستحقات بتاعت بس بتاعت حاجات الكتيره دي كلها، تقسم اللي عندك يا استاذ محمد. هم عاملين لائحه خراب على الكره المصريه. طيب اللائحه دي مين وافق عليها؟ هم قعدوا مع بعض كده وعملوا لائحه زي القعده اللي عملها الراجل بتاع الاتحاد الافريقي ده، وعمل ازاي يتحسب نادي القرن. قعده عرب، قعده رجاله كده. هل فيها ممثل لنادي الزمالك؟ ممثل لنادي الزمالك؟ لا اعتقد في الرابطه دي. اعتقد في اعتقد ممثل نادي الزمالك اعتقد ممثل نادي الزمالك مشغول. لا يمثل الا نفسه خالد رفعت، لا يمثل الزمالك. خالد رفعت هو اللي رشحوه من نادي الزمالك، وهو اللي موجود في الرابطه. وبعدين
بعدين من 3 سنين كان في ربطك، كان رئيس المستشار مرتضى منصور، وانتم فاكرين الخلافات اللي كانت بينه وبين محمود طاهر، ومحمود طاهر كان يرفض يقعد او يحضر الجلسات. الربطة دي راحت فين؟ مين فككها؟ هم اللي فكوها بمعرفتهم. لا انا بعتقد الربطة دي تعتبر لاغية مع الانتخابات الجديدة، يعني المفروض يعني دي حركة كده عملها مجاهد عشان يواصل تخريب الكرة المصرية بالظبط، واستعجل عليها لان ما كانش وقتها. صح، ما كانش وقتها نهائي يعني. عموما ان شاء الله عايزين الفلوس بتاعتهم تبقى 200,000، يستنوا بقى لما يجي لهم المستشار ومجلس ادارته ويعرف يدفع لهم ازاي. ان شاء الله طبعا هيديهم على دماغهم، هيدفعهم هم، هيدفعهم هم، هيطلعهم مديونين لنادي الزمالك. زائد بقى ان احنا نلعب بره ملعبنا، والله يعني ما تفرقش برج العرب على برج انا مش عارف اودونا فين، ده كانوا بيلعبونا ماتشات في السويس. لا نلعب في اسماعيليه، نلعب في اسماعيليه. والله احنا رجاله بنلعب في اي حته انت عارف. والله لو بعتونا نلعب في السعوديه انا هنلاقي الجمهور بتاعنا برضه. صح، يعني كلام فارغ وكلام خايب، وان شاء الله ما فيش حاجه هتدفع، دي كلها 100,000 يعني مش مشكله، يبعتوا بكره واحد بالفلوس وخلاص يعني. ان شاء الله. معقوله بقى مهما في كوارث ماليه، معقوله نادي الزمالك ما فيهوش 100,000 يا جماعه؟ انتوا يا حد جنونه معاكم يعني. لا وده وقته حتى، يعني رابطه انديه، حاجه اسمها رابطه انديه، زي الزمالك في مشاكل وفي بتاع، يعني خفه عوم. شايف تغييرات، شايف تغييرات بتحصل في النادي، استنى لما تشوف مين اللي هيقعد وبعدين اطلب. ما هياش يعني اتحاد الكوره ولا اللجنه دي مستنيه ال 100,000 عشان تصرف تجيب عشاء لعيالها يعني. حلو حلو. حاجات في جن بصراحه يعني. ملعوبه. على كل حال الاستاذ الكبير الاستاذ محمد فاضل، اشكرك جزيل الشكر. انا والله اللي بشكركم كلكم، وسعيد دايما ان انا اكون مع الكوكبه اللي في الجريء ومع النجم الساطع الجريء المحترم. الله يخليك. الاعلامي الكبير استاذ جوده عوضه، اشكرك جزيل الشكر. شرف كبير لي اكون معكم. الله يخليك. كما اتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور المهندس سامح رضوان على مداخلاته الرائعه، وبشكر اساتذتنا اللي كانوا معنا في الاستوديو التحليلي. بقى أنا أشكر كل الأخوة المحترمين اللي معنا. هشوف الأسئلة بتاعت حضراتكم لمدة 5 دقايق، والأستاذ أيمن الجبالي، هل مرتضى لو يرجع قادر على دفع المديونات للفيفا قبل 13؟ آه قادر، قادر أن يدفع المديونيات وقادر أنه يجدد للعيبة. وزي ما قلت لكم أن في خبر سعيد عن التجديد لبن شرقي خلال أسبوع إن شاء الله، بس تمشي الأمور كما مخطط لها. انا دلوقتي عشان شفت العدد قل، واكيد اللي معايا الزملكاويه الشرفاء اعضاء قناه الجريء، فممكن نقول اسم التجديد لبن شرقي خلاص كتب بالحروف الاولى، يعني مش وقع العقد ولكن اتفقوا على كل شيء وهو موافق، ودي بشائر عوده مجلس مرتضى منصور. في رجل اعمال كبير هو اللي يتحمل تكاليف هذه الصفقه، زي ما مرتضى منصور قادر ان يجيب رجل اعمال يجدد لبن شرقي، قادر ان يجيب رجل اعمال يسدد كل حاجه، وهو له طريقته في هذا المجال يعني. لذلك نحن مطمئنين على نادي الزمالك. لو في حد عنده اي اسئله تانية طبعا اتشرف بالاسئله. ربنا يخليك يا استاذه حياتي يا غاليه يا ست الكل. لا الوزير مش هيقدر يعرقل، ولكن المشكله انه تقريبا هيبقى يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين كما يشاع البعض، وانما انتظروا اول ما تلاقوا فيه بس حاجه اعرفوا ان في خبر حلو ان شاء الله. لذلك دائما اشترك في قناه الجريء، فعل الجرس، هتكون معانا عندما يكون في بس عاجل. استاذ ممدوح راشد، تصبح على خير يا نجم النجوم. استاذ احمد عبد الحميد، انا عندي راجل بيعمل اعمال حلوه. استاذ كمال محمد محمود، المستشار ما سابش حقه ياخذ السنه ان شاء الله، ان شاء الله يا غالي. مين تاني من الغاليين؟ بشكر أستاذة إزيس، أستاذة إتش مكرم، صح بقول كده صح؟ يا ريت تقول الاسم مظبوط. دكتور سامح رضوان أو الأستاذ إتش مكرم، أنا عارف صديق قديم أو صديقة قديمة بس مش فاكر الاسم، معلش. دكتور سامح رضوان بنشكرك، والأستاذ عز عبد البر، ست الكل، أستاذ إبراهيم حشماوي، أستاذ ديب، الشخص الجميل الأستاذ منير، جميل جدا الزملكاوي الأصيل قوي،
المثقف جدا، بشكرك استاذ نوال خليل، استاذ بولس عزت المحترم، الحمد لله على السلامه يا بطل. مين تاني من اساتذتنا الكبار؟ هرجع بالتكست لورا معلش عشان ما انساش حد. استاذ محمد كماكا اهلا بك يا غالي، منور ومشرف، ربنا يديك الصحه الغاليه. الاستاذ حنان ابراهيم منوره ست كله، الف مبروك. استاذ محمد نعيم تصبح على خير يا بطل. استاذ نصره منوره ست كله، اديك معانا اهو على التكست، ما نستغناش عنك ابدا يا ست الكل. استاذ علي علي، ممكن كلامك يكون مظبوط، ممكن. استاذ ساميه محمد ربنا يحفظك يا رب، ربنا يخليك. استاذ حسن عبد الكريم، امير قبل مرتضى، امير قبل مرتضى، احنا عايزين امير قبل مرتضى، ما تقلقش. ابو محمد الاسواني، مين يا جريء اللاعب؟ انا قلت بن شرقي. استاذه كاميليا تصبح على خير يا ست كل، ربنا يديك الصحه وش الخير والسعاده يا استاذه كاميليا والله. السادات بيمسي واهل السويس بيمسوا، منور. استاذنا الغالي عماشه، الجريء بتصنع الخبر وما وراء الخبر. ربنا يخليك يا محمد عماش، ربنا يخليك. استاذ نور تصبح على خير يا ست الكل، ربنا يخليك يا استاذ تريس، تصبح على خير وربنا يديك الصحه. استاذ جمال محب عطيه، منور يا نجم النجوم. استاذ جمال الكيدي، منور يا غالي. استاذ محمود الشرقاوي، نجم النجوم. استاذ ازيز، استاذ سمير فوزي، استاذ فريد حواش، استاذ رامز الغالي، استاذ مادة، مادة جاي حلو طول ما انت موجود يا استاذ مادة، مادة 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 يعني حمادة، حمادة يعني. حاج شعبان منصور اخونا الكبير منور ومشرف، استاذ ايمن الجبالي واخويا الديب والدكتور سامح والاستاذ انطون، تصبحوا على خير يا غاليين. نرجع بالتكست بسرعة عشان ما ننساش حد. تكست جري مني كتير، شوف. نرجع معلش بقى، استاذ عز عبد البر، استاذ ابراهيم مناجي، استاذ سنبل، استاذ طلعت الحفناوي، استاذ عزيزه، استاذ ابراهيم السادات، استاذ كمال محمد محمود، استاذ كمال، استاذ محمد محمود كمان ربنا يديله الصحة، أستاذة منى بدر، أستاذ محمد فاضل، أستاذ حنان إبراهيم، أستاذ إبراهيم الرمادي، أستاذ سنبل، المهندس هشام، أحمد بك أبو حمدان، مان إيجيبت حبيب قلبنا، الحمد لله على سلامتك وطمنا على صحة الغالية ست الكل، أستاذ أحمد محمود، إن شاء الله إن شاء الله، أستاذ نصرة، استاذ محمد رفعت، استاذ بره مشماوي، استاذ محمد خضر، استاذ بهجت فراج، استاذ جنة الخلد، الاستاذه امل، الاستاذ احمد عبد الحميد، استاذ الديب، استاذ محمد الحازمي، استاذ محمد عماشه، استاذ ايمن القاضي، استاذه حياه علي، استاذ محمود محسن المحترم، استاذ عزيزه رمضان، استاذ محمود اسماعيل، استاذ سوسو مشاري، صباح الخير يا غاليين، استاذ حنان عواد، استاذ السادات، مادة، مادة سكر زيادة، استاذ همة امام، ان شاء الله. قلت لا جدد بن شرقي، مبروك. استاذ ياسر عراقي، استاذ نصرة، استاذ احمد امير او استاذ احمد عامر، ابو محمد الاسواني، ان شاء الله يمسك مدير الكوره. اتش مكرم، اتش مكرم انا عارف، صديق قديم طبعا، اهلا وسهلا. استاذ شعبان منصور، صديق ولا صديقه بس عشان ما نغلطش معاك. حاج شعبان، استاذ امل، استاذ احمد عامر، استاذ ابراهيم عشماوي، ام عمر الاردن، استاذ وفاء احمد علي، استاذه ناديه، استاذ محمد احمد، محمد رفعت، علي علي، استاذ وفاء الزملكاويه، استاذ ازيس، استاذ يوسف عبد الغفور، استاذ ابراهيم، استاذ الديب، استاذ اكرم رؤوف، وحشنا الحمد لله على سلامتك. يا رب ما كنتش بقى نسيت حد يعني، ربنا يديكم الصحه جميعا. استاذ نبيل محمد، استاذ ابراهيم الطور، بشكر كل استاذه ناديه، استاذ امجد، استاذ طبعا وفاء، والاستاذه فايزه.
كل الاخوه المحترمين، استاذ احمد ابو حمدان، تصبح على خير يا اجمل ناس في الكون. بكره ان شاء الله يوم جديد، يوم سعيد يحمل لكم البشرى والخير. تصبح على خير.